بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعذروني يا إخوان عشان ضيق الوقت، فبدي أمشي بشكل سريع، وإن كنا بس ننوه على أهم المواضيع اللي أخذناها المحاضرة اللي فاتت. أهم المواضيع كانت اللي هي البروتوكولات، وأخذنا كم بروتوكول كذا وظيفته زي الـ HTTP، وحكينا هذا البروتوكول مسؤول عن طلب صفحات إنترنت، وأخذنا اللي هو الإنترنت بروتوكول، والاي بي، والاي بي قلنا انه هو عباره عن قواعد لوضع عنوان للحاسب، وقلنا انه الحاسب او اي جهاز لن يكون عضو في شبكه الانترنت او في شبكه الا لما يحصل على عنوان اي بي، الا لما يحصل على عنوان اي بي. اموري تمام؟ صوتي واضح للجميع؟ ايه تمام، اي ممتاز. تمام واضح. وقلنا في عند الماك ادرس هو العنوان الفيزيائي الذي لا يمكن تغييره، الاي بي يتغير من منطقه الى منطقه، من جهه، من مكان الى مكان، بينما الماك ادرس لا يتم تغييره، وهو عنوان، اسف، رقم زي الرقم التسلسلي لكرت الشاشه. ايضا يا اخوان نستأنف معكم ونكمل بعض المصطلحات ونكون سريعين شوي. في عندي مصطلح يمر علينا في عالم الانترنت، وهو ال HTML او الهايبر تكست مارك اب لانجوج، لغه ترميز النص. انتوا بتعرفوا يا اخوان في البدايه اول ما وجدت الشبكات ما كانت بهذا التقدم وهذا التطور. لو سمحت يا اخوان بس بدي اياكم تعملوا عشان السؤال بس يفتح. دكتور، نعم، الى لسن 3 صح الاختبار؟ الامتحان نعم لاخر اليوم ما راح نوصل، هو لسن 3، يعني ما راح نطلع الا احنا مخلصين لسن 3، لانه هذا داخل بكره في الامتحان. طيب خلينا عشان استعجل خلينا نكمل. فالمارك اب لانجويج او الهايبر تكست مارك اب لانجويج، انتم تعرفوا انه في البدايات كانت فكره الشبكه هذه عباره عن فكره خياليه، لكن لما تحقق وصار في شبكه بين الاجهزه، كان الهدف من تبادل من الاجهزه، من الشبكه، من ايجاد الشبكه بين الاجهزه، هو تبادل المعلومات. تبادل المعلومات كان لابد من وجود كان لابد من وجود وسيله لتبادل المعلومات، كانت هي صفحات الانترنت. صفحات الانترنت اللي هو مسؤول عن عرضها، مين مسؤول عن عرضها؟ مين مسؤول انه يعرض لك صفحات الانترنت المختلفه؟ الجهاز، الجهاز، البراوزر، احسنت، برنامج البراوزر، مايكروسوفت، الموزاريلا، فايرفوكس، الانترنت اكسبلورر، مايكروسوفت، ولا الجوجل كروم، كل هذه البراوزرات هي مسؤوله عن فتح الصفحات. لكن الصفحه حتى تبنى وتؤسس وتنشا كان لابد من لغه. اللغة هذه التي تستخدم في إنشاء الصفحات بنسميها الـ HTML. طبعا في البداية كانت HTML، والـ HTML هي لغة تصميم الصفحات. يعني لو رحنا على أي صفحة للسورس كود مالها، هذا السورس كود مالها، راح تجد أنه في كود، الكود هذا هو الذي سوف يقوم البراوزر بأخذ هذا الكود وتحويله إلى شيء مرئي. فكانت هذه اللغة أول ما بدأت بالـ HTML، Hyper Text Markup Language. طبعا الـ Hyper Text Markup Language هذه اللغة أول ما بدأت ما تتوقع كانت الصفحات فيها مالتي ميديا، يعني ما كان فيها صور، كانت فقط نصية، عشان كده سميت مارك اب لانجوج، هايبر تكست مارك اب لانجوج، لغة ترميز النص المتشعب، يعني فيها تشعب، تضغط على النص يوديك على صفحة ثانية، هذا بنسميه هايبر لينك، وهذا النص استطيع تمييزه من خلال بطاقات، تمييزه باللون، اميزه بالحجم، اميزه بالشكل. فبس هذا كان في HTML، لغة ترميز النص، عشان كذا لا تعترف بها كلغة رسمية للبرمجة، يعني هي قواعدها ليست قواعد لغة برمجة زي الجافا، زي الفيجوال بيسك، زي عندك ايش اخذت انت لغات برمجة؟ سي بلس، زي السي بلس بلس، هذه لا تعتبر لغة برمجة. ليش؟ انه لغات البرمجة الاخرى دقيقة جدا في القواعد، بمعنى لو اخطأت في سيمي كولون، فاصلة منقوطة، ما راح يشتغل عندك البرنامج الا لما تصلح الخطا القواعدي هذا بعدين يشتغل عندك. اما ال HTML ما فيها هال ريستركتد كوماندز، ما فيش عندك فيها هال يعني التشدد في الموضوع، بمعنى انه انت بس بترمز النص، حطيت بطاقه حوله، البطاقه هذه مثلا قلت غير لي كلمه بسم الله الرحمن الرحيم الى لون احمر، فلو البطاقه مالت الكلر هذه اخطات في كتابه الكلمه كلر، او اخطات في اعطاء قيمه الريد اللي هي لون احمر، فما تفكر انه البراوزر راح يوقف ويقول لك ما راح اعرض لك الصفحه اذا عندك خطا، لا، راح يعرض لك الصفحه مع وجود اخطاء ويمشي، يعني ما راح يوقف لك، لا، ما راح يجي لك عند هنا مثلا عند هذه الكلمه بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، تخيلها
راح يطلع لك البطاقة اللي أخطأت أنت فيها، لأنه ما فهم هذه البطاقة أمر، لأنه أنت أخطأت في الأمر، كلر كتبت غلط، فهو راح يطلع لك إياها مثل ما هي. عشان كذا الـ HTML لا تعتبر لغة برمجة مثل جافا، مثل C++، مثل Visual Basic، وإنما هي لغة فقط لإنشاء الصفحات وترميز النص. الجيل الجديد اللي جاء من الـ HTML دعم الصور، الجيل اللي بعده دعم الصوت، الجيل اللي بعده دعم الفيديو، لكن بقيت كثير من الأمور لا تدعمها الـ HTML، نضطر الاستعانة بلغات برمجة أخرى مع الـ HTML حتى تنفذ الوظائف، زي لما أربط بالداتابيز، الداتابيز هذه ما تقدر HTML تربط بالداتابيز، هذه تحتاج إلى إما جافا سكريبت، إما إلى PHP، إما إلى ASP، كل هذه لغات برمجة صفحات إنترنت مع الـ HTML. واضح كلامي يا شباب؟ طيب إذا الـ HTML، إذا عندك أي سؤال يسأل. إذا الـ HTML هي Standard Markup Language، لغة ترميز النص، used to display and create web pages. من خلال هذه اللغة بستطيع أنشئ الصفحات، أصممها، أبغى هذا النص، تكتب النص، أبغى هذا النص يكون حجمه كذا، أبغى هذه الصورة تيجي هنا، أبغى. وأيضا هذا الكود هو الذي سوف يخبر مين يتعامل مع مين هذا الكود عشان يعرض. أحسنت، البراوزر. البراوزر هو المسؤول عن تحويل، أخذ هذا الكود وتحويله إلى شيء مرئي وعناصر مرئية بالترتيب اللي أنت شايفه. فإذا HTML is not a programming language، ليس عند بعرف أهل البرمجة أنها تعتبر لغة برمجة، but is simply a markup language، هي فقط لغة ترميز، بس غير لي لون النص، حط لي الصورة على اليمين على الشمال، حجمها كذا. HTML consists of set of markups and codes، بسموها tags عادة، وهذه التاجز البطاقات which tells the web browser. الويب براوزر هو إيش؟ البراوزر، لأن الويب براوزر اسمه براوزر واسمه ويب براوزر، يعني في فرق بينهم. بقولك مستعرض الصفحة أو مستعرض، في اختلاف؟ لا. ما في اختلاف. فإذا أنا عندي هنا السيرفر اللي بيحتوي على السايت، السايت اللي هي صفحات مين؟ صفحات الموقع، صح؟ موقع فيسبوك، موقع جوجل، موقع هذا وأكيد موجود وين؟ وين هذا السايت؟ السيرفر. والسايت زي ما احنا بنعرف بتكون من أكثر من صفحة، مش صفحة واحدة، أكثر من صفحة. هذا السايت مال جوجل، موجود على الويب سيرفر، أو السيرفر مال مين؟ مال جوجل. البراوزر. الويب سيرفر هو السيرفر اللي يحتوي أو يحتفظ بالسايت مال جوجل مثلا. فأكيد عنوان هذا السيرفر إيش؟ عنوانه www.google.com. طبعا ما بدي أضيع وقت كثير لأنه أنا يمكن اليوم أتأخر، وإن شاء الله يا رب ما نتأخر. google.com. لكن بضرب لك مثال إنه السيرفر، وش اسم السيرفر؟ ويب سيرفر. إيش اسمه؟ لا اسمها هذا السيرفر. أحسنت، google.com. طبعا إحنا قلنا إنه السيرفرات ما تتعرف باللترز، وإنما تتعرف بإيش؟ بالأرقام. أحسنت، بالأرقام، يعني 27 127. قلت لك وعطاها، أخذنا مثال المحاضرة اللي فاتت، نزل الفيديو باعتقاد المحاضرة اللي فاتت. الآي بي للسيرفر. أحسنت، الآي بي للسيرفر اللي قلنا هذا لا يمكن تغييره، مش مثل الآي بي اللي عندك في البيت ولا الآي بي الببليك ممكن تغيير. لا هذا ما يتغير، ليش؟ لأنه تدفع فلوس، لأنه لو تغير ممكن تروح تفتح الصفحة ما تجي. فعندك أنت الكمبيوتر، الكمبيوتر اللي راح يتواصل مع السيرفر عشان يحمل الصفحة، إيش اسم البرنامج؟ إيش اسم البرنامج؟ الويب. CBIB. مش بروتوكول، أنا قلت برنامج، ركز معي. ويب براوزر. أحسنت، الويب براوزر أو البراوزر، هو البراوزر اللي فيه بروتوكول. الآن مين البروتوكول؟ مين البروتوكول المسؤول عن طلب الصفحة وتحميلها؟ الآي بي. مين البروتوكول اللي بالبراوزر؟ HTML. أحسنت، ليس ال HTML وإنما HTTP. أحسنت، ال HTTP هذا هو المسؤول إنه يخاطب ال HTTP هنا ويحمل. إذن ويب براوزر اللي هو زي مايكروسوفت، زي الكروم، زي السفاري، زي الأوبرا، لازم يكون موجود حتى نطلب ال HTTP من خلال بروتوكول HTTP، نطلب الصفحة والصفحة تنزل. قلت لك كيف تنزل الصفحة؟ تنزل كود. تتذكر المحاضرة اللي فاتت قلت لك تنزل كود بهذا الشكل، تنزل
لكن اللي يقوم بتحويلها من هذا الكود إلى شيء مرئي هو الويب براوزر. طيب في عندي إذن الويب براوزر، لو واحد قال لك عرف لي الويب براوزر، وش الويب براوزر؟ وش مقصود بالويب براوزر؟ وش هو الويب براوزر؟ هو اللي يعرض الصفحات. أحسنت. لما تعطي تعريف لشيء يا أخوان، ما نبغى نضيع وقت كثير، اللي يبغى تعريف لشيء لازم تعطي شيء لماهيته. يعني لما تقولي والله عرف لي السيارة، تقولي والله هي تستخدم للتنقل، يا حبيبي إيش دخل تستخدم للتنقل؟ إيش هي؟ قولي هي جهاز ميكانيكي. أيوة بفهمها ميكانيكي. وهذا الجهاز الميكانيكي يحتاج تركيب أذرع ومش عارف شو، عجلات وكفرات تسمح لك بالانتقال من مكان إلى آخر. ماشي، أعطي ماهيته. وش هو الويب براوزر؟ أبليكيشن. أحسنت، بتقول لي سوفت وير أو أبليكيشن، تطبيق أو برنامج. وش يسوي؟ ذات يوز تو لوكيت اند ديسبلاي ويب بيجز. أيوة بفهم إنه هو يستخدم لعرض إيش؟ الويب بيجز، صفحات الويب بيجز. ولوكيت يعني إنشاء من خلاله، لأنه نستخدم الويب براوزر أيضا لإنشاء اللي هو الصفحات، لأنه الويب براوزر هو عبارة عن داخله مترجم للكود اللي هو الـ HTML، فأنا بستخدمه مرات لإنشاء الصفحات. مش مهم الآن تفهم لوكيتش معناه، لكن بهمني إنه البراوزر مهم جدا لعرض الصفحات. ويب براوزر ريز ذا HTML سيمبلز أور تاكس. قلت لك الـ HTML هي بطاقات، بطاقة بسم الله الرحمن الرحيم، بطاقة اللون، أيوة بحطها بين على يمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نهاية بسم الله الرحمن الرحيم، وأعطيني اللون أحمر. فبيجي له ويب براوزر، هو البراوزر البرنامج، بقرأ البطاقة، البطاقة هاي بفهم إنه اللي داخل البطاقة هذه أو بين البطاقة، بداية البطاقة ونهاية البطاقة، بدي يتحول للون أحمر. فالبطاقات هذه او السيمبلز الرموز هذه هي تخبر مين؟ تخبر البراوزر هاو تو ديسبلاي ذا بيج. من اشهر عندي البراوزرات انترنت اكسبلورر، مايكروسوفت اكسبلورر، والسفاري، والكروم، والاوبرا، والفايرفوكس. في عندي مصطلح، حدا عنده اي سؤال لحد الان ولا اكمل؟ اللي عنده سؤال يقاطعني ويسال. في عندي مصطلح اسمه الورد وايد ويب او الترابل دبليو. الدبليو دبليو دبليو هذه يا شباب عادة احنا مفهومنا لما يقول لك وين داخل، بقول له وين داخل على الانترنت. وين داخل؟ داخل على الدبليو دبليو دبليو. احنا مفهومنا العام، العام العاميين بنفهم انه الانترنت يعني دبليو دبليو دبليو، لكن فعليا احنا عند اهل الاختصاص لا، في فرق بين الاثنين. الانترنت نعني فيها الشبكة يا شباب، الانترنت نعني فيها شبكة الدبليو دبليو دبليو. طيب نطلب هذه سيف، ما ابغى امسح الصوره كل القصه. طيب هذه ديسكتوب انتايتد. يعني انتم بتعرفوا يا شباب لما نحكي شبكه انترنت، شبكه انترنت تقصد فيها الاجهزه الماديه التي تغطي كل الكره الارضيه، يعني زي السويتشات. تخيل هذا سويتش، والسويتش هذا مرتبط مع راوتر، والراوتر يعني كل المكونات المادية التي تستخدم للربط، الكيابل، الأجهزة المستخدمة للربط وتكوين الشبكة العالمية، هاي بنسميها وشو؟ إنترنت. أحسنت. إذن الشبكة بأجهزتها المادية بنسميها إنترنت. ولكن الـ WWW هو نظام، تخيل كذا، تخيل شبه البرمجي، النظام البرمجي الذي سوف يدير هذه الشبكة، الذي سوف يسمح لك بالاتصال مع سيرفرات هذه الشبكة. هذا شو نسميه؟ WWW. يعني الـ WWW بعد ما ركبنا الأجهزة الشبكة وركبنا الكيابل وركبنا الأجهزة الراوترات والسويتشات وأجهزة الكمبيوتر شبكناها معها، يأتي الآن WWW وهو عبارة عن نظام برمجي ومعايير يجب تطبيقها حتى تصبح عضو في WWW، مسموح لك تستعرض مصادر WWW. 90% من الأجهزة، السيرفرات وأجهزة الكمبيوتر تنتمي إلى مين؟ إلى نظام مين؟ WWW. أحسنت. يعني معايير الـ WWW لازم يكون عندك بروتوكول HTTP، معايير الـ WWW لازم يكون عندك بروتوكول DNS، معايير الـ WWW لازم يكون عندك بروتوكول IP، معايير كل هذه معايير وشروط حتى تكون تابع لنظام الـ WWW، وكل سيرفرات الـ WWW متاحة لك حتى
يعني تتفاعل معها، تستخدمها، تتواصل مع الآخرين من خلالها. هذا معنى كلام إنه معناته في عندك 10% على الأقل غير تابع على نظام الـ WWW. تخيل تخيل كذا إنه عندي WW2 معيار آخر غير الـ WW، وهو في عندي معايير أخرى غير الـ WW، زي إيه؟ زي وزارة الدفاع الأمريكية، عندك الجنود أو عندك الأعين عندهم الجواسيس يعني على مستوى العالم. دولة بدهم يرسلوا معلومات مهمة، صور وكذا، ما يرسلوها على الـ WW. هو يستخدم شبكة الإنترنت، الهاردوير اللي هي الأجهزة، الكيابل كذا، للتواصل بين الجاسوس في دولة وبين الولايات المتحدة في البنتاغون في أمريكا، بيستخدم الإنترنت. لكن معيار ما هو معيار الـ WWW، لأنه لو WWW ممكن أي دولة ثانية تعترض وتتنصت، فاهمين قصدي؟ فهو بيعطي الجندي ماله أو هذا الجاسوس بيعطيه جهاز في معايير الـ WW2 اللي هي تابعة للبنتاغون مثلاً. البراوزر فيه بروتوكولات مختلفة عن البروتوكولات اللي في الـ WWW، فاهمين اللي بحكيه يا شباب؟ يعني في عندك أمور خاصة حتى تصبح عضو في الـ WWW2. في عندنا مثال آخر، في عندك مثال أنت عام كذا تعرفه وتشوفه، إنه والله عمي أبغى أنضم إلى شبكة تستخدم شبكة الإنترنت ولكن نظام مختلف عن WWW، تتطلب طبعا برمجيات معينة أو بروتوكولات معينة. في عندك معلومة عن هذا الموضوع؟ ديب ويب. أحسنت، الديب ويب، الدارك ويب. الدارك ويب يا شباب استخدم الإنترنت كوسيلة للوصول إلى نظام ومصادر معلومات مختلفة عن المصادر الموجودة في WWW. فالديب ويب عشان تنضم إليه وتصير عضو وتستعرض سيرفراته ومصادر معلومات، إيش لازم توفر؟ معايير الديب ويب. وش معايير الديب ويب؟ برمجيات و أحسن، برمجيات وبروتوكولات خاصة فيه، هذا قصدي. أحسنتوا يا شباب، ابحث عن كيف تواصل مع الديب ويب، راح تجد في عندك مواقع كثيرة بتشرح لك إيش البرامج اللي تنزلها وتثبتها عندك حتى تصير موجودة ومتوفرة هالبروتوكولات في البراوزر مالك، وبالتالي يسمح لك التواصل مع مثلا WW2 ولا ديب دوت، وتحط اسم السيرفر اللي تبغى تتواصل معه. وانتم بتعرفوا يا اخوان الديب ويب هذا او الدارك ويب بيحتوي على ايش؟ على سيرفرات او بيحتوي على مصادر مخالفة للقوانين. تستطيع تأجر مرتزقة، تستطيع تاجر في الآثار، تستطيع تاجر في الأمور المسروقة. فهذه ما ينفع ترفع السطح عند الـ WWW، لأن راح تكون إيش؟ عرضة لمين؟ عرضة للمعرفة هاي الصفقات والتنصت وكذا وهيك. ففهمتوا قصدي أنتوا؟ إذن الإنترنت لما تحدث عنها بتحدث عن الهاردوير، بتحدث عن التوصيلات، بتحدث عن السيرفرات، بتحدث عن الكيابل، بتحدث عن السويتشات، الراوترات، الأجهزة. لكن لما تحدث عن دبل دبل هو معيار، معايير يجب يعني توافرها في أجهزة الاتصال، سواء السيرفرات ولا الكلاينتس المستخدمين أو العملاء، حتى يستطيعوا تبادل المعلومات بينهم وبين بعض. إذا الإنترنت ليست كلها دبل دبل دبل، اتفقنا؟ هذا بسموه سب دومين. سب دومين يعني نطاق فرعي، لأنه هذا الصب دومين هو بيحدد أن أنت تابع لمعايير WW. طبعا كل المستخدمين على كل مزودين شبكات الإنترنت تابعين WW، لكن المعايير الأخرى التي يجب توفرها حتى تكون في غير نطاق WW، طبعا هذا بتكون أنت زي وزارة الدفاع تعطيها لعيونها، زي أناس تانيين يرغبوا في الديب ويب. في عندك مواقع بتوفرهم بالبرامج هذه اللي تسمح لهم من خلال هذه البرامج التواصل مع سب دومين غير الـ WWW. طبعا معظم الشركات 90% كلها تطمح في الـ WWW، والسبب في ذلك، السبب في ذلك وشو؟ انه طبعا الشركات في النهاية بتوصل لأكثر، أكبر شريحة من المستخدمين وأكبر شريحة على الـ WWW. نبغى نبيع، نبغى نشتري، نبغى نوفر خدمات زي البنوك، فهذه الحالة بده يكون WWW. بس يا دكتور، هن استعمالنا في النت يكون كله WWW. ايوه، بس اذا ارادت انك تنضم لدومين تستطيع، بس بدك إيه هو استطيع، لكن كطلاب حنو كذا يعني في حياتنا كل حتى البرامج الجوال، كل براوزرات يا اخوان WWW. ما مصمم البراوزرات الا انك انت تثبت برنامج
يضيف اشياء على البراوزر بروتوكولات وكذا حتى يسمح لك للانتقال لنطاق غير السب دومين مال دبليو دبليو، لكن كله دبليو دبليو لانه اصلا اي شركه بدها تروح على نطاق ثاني ما المستخدمين قله، فمعايير الدبليو دبليو عند الجميع، وحتى يعني الاشياء الشاذه هم اللي بحطوها في نطاق غير دبليو دبليو حتى لا يتم التنصت او معرفه امور حساسه. يعني ما تنسوش يا اخوان انه مرات يصعب علي ان امد كيبل من الصين لامريكا، مظبوط، فبدي اضطر استخدم وشو شبكه مين، شبكه مين الانترنت شبكه الانترنت شبكه الانترنت يا اخوان، لكن شبكه الانترنت اذا بدي ادخل بالدبليو دبليو راح تكون عرضه بياناتي للسرقه، صح. عشان هيك اذا بعمل انا نطاق سب دومين، وزاره الدفاع الامريكيه بتعمل نطاق سب دومين لكن تستخدم شبكه الانترنت، لكن ليس دبليو دبليو وانما دبليو دبليو 2 ولا اي شيء. دكتور طلعني، طلعك وين؟ طلعك من الزوم. شباب اعذروني ما في مجال اني اعيد من اول وجديد، لكن انتم افهموا الفكره لانه احنا رح نتاخر كذا. شيء واضح دكتور، ماشي واضح المساله. اذا دبليو دبليو هو سيستم نظام على الانترنت اللي هي الهاردوير اللي هي الأجهزة والكيابل وكله نون از ذا ويب. عادة احنا بنقول لك ايش قاعد تشتغل، بقول لك انا قاعد اشتغل على الويب، الويب اللي هي ايش الدبليو دبليو. لا انا قلت لك انت كيوزر عادي دائما دبليو دبليو، السيرفرات العادية البي ام اس مرسيدس كل سيرفرات الفيسبوك كلها دبليو دبليو. اذا الدبليو دبليو از ا جلوبال انتراكتيف سيستم، هو نظام تفاعلي عالمي يسمح لك بالوصول الى المعلومات من خلال الانترنت. Let you access information on the internet. People الاشخاص عاديين use the term web to refer the internet. عادة هم ما يعني وين قاعد اشتغل، والله راح اشتغل على الانترنت، كنت اشتغل على الانترنت او قاعد اشتغل على الويب. كذا تفهم، بفكر ان الويب والانترنت واحد. الويب قريبة من WWW وهو السيستم والنظام، هم في اختلاف بينهم. But they are not exactly the same thing. Internet is underlying network. نتحدث لما نتكلم عن كلمة إنترنت نتحدث على هاردوير. Underlying network الشبكة اللي هي الكيابل اللي هي الأجهزة سويتشات راوترات of computers. والدبليو دبليو دبليو هو السيستم أو النظام البرمجي which use internet اللي بيستغل الإنترنت to access information. فإذا ليست كل شبكة الإنترنت خاضعة ضمن معايير وشو الدبليو دبليو دبليو كنظام، وإنما ممكن يكون في عندك معايير أخرى، وحتى توصل لمصادر معلومات هذه المعايير الأخرى لازم يتوافر عندك بروتوكولاتها وبرامجها. واضحة المسألة؟ واضحة دكتور، واضحة. شو سي يقول the internet is the underlying network. قلت لك الأندرلاينج نتوركس مقصود فيها أنه الشبكة التحتية، يعني بنتكلم عن الهاردوير. يا أخوي أنت مش عملت شبكة، مش مديت كيابل، مش ربطت مع أجهزة، هذه اسمها إنترنت، مش شبكة على مستوى العالم. إيه ممتاز. الآن السيستم اللي بيستغل هذه المصادر ويستغل هذه الشبكة اسمه WWW، حتى تصبح عضو وتتفاعل مع الإنترنت ومصادرها، سيرفر فيسبوك تتفاعل مع سيرفر جوجل، تتفاعل مع اخوك عن طريق الايميل، وهاي لازم توفر معايير دبليو دبليو دبليو. بس قلت لك شبكه الانترنت ليس كلها خاضعه ولا يمكن استغلالها من قبل فقط الدبليو دبليو معايير دبليو دبليو، وانما ممكن استغلال هذه الشبكه الانترنت من قبل معايير اخرى او سيستم اخر غير الدبليو دبليو دبليو، زي الدارك ويب او الديب ويب. الديب ويب طيب، في عندي الويب سايت وعندي الهوم بيج وعندي اللينك. طيب ناتي الان على الويب سايت والهوم بيج، وان كان هذه بسيطه المصطلحات وان شاء الله تكون بسيطه بالنسبه لكم، لانه طيب احنا رسمنا الرسمه هذه قبل شوي وقلنا لك انه الصفحه سوف تطلب من قبل برنامج الويب براوزر من خلال بروتوكول HTTP الى تروح رسالته طبعا للويب سيرفر، والويب سيرفر قلت لك ما يعرف جوجل دوت كوم، يعرف رقم زي ما قلت لك يعرف الاي بي. طيب المقصود في الويب سيرفر هو السيرفر الذي يحوي السايت. شو المقصود بالسايت؟ بقول لك دخلت على الفيسبوك سايت، دخلت على جوجل سايت، دخلت على موقع. موقع كلمة موقع صحيحة، كلمة سيرفر صحيحة. يعني لما تقول لي سيرفر الفيسبوك، دخلت على سيرفر او الويب سايت مال الفيسبوك صحيحة، او موقع مال الفيسبوك صحيحة، كله صحيح.
السيرفر بيحتوي على الصفحات اللي احنا مجموعة الصفحات هذه اللي بتمثل او بتتعلق بموضوع معين زي موقع الجامعة، زي موقع الجامعة هذه الصفحات بنسمي مجموعة الصفحات هذه المتصلة مع بعضها البعض من خلال روابط هايبر لينك او هايبر تيكس او هايبر ايمج بنسميها سايت. ومن شروط السايت انه واحد من هذه الصفحات شي يكون واحد هوم بيج. احسنت، الصفحة الرئيسية هوم بيج. ليش؟ لانه طبعا مستحيل انا لما افتح صفحة افتح صفحة واحدة، مش افتح 20 صفحة مع او 50 صفحة مع بعض، فواحد منهم الهوم. وعادة لما تكتب عنوان الموقع www.iau.edu.sa هذا عنوان السيرفر مال الجامعة، وهذا عنوان السايت مال الجامعة، وهذا عنوان موقع الجامعة، فبروح بحمل لك مين؟ الهوم بيج. أحسنت، بحمل لك الصفحة الرئيسية الهوم بيج. ومن الهوم بيج في روابط لمين؟ للصفحات الأخرى، الصفحات الأخرى. فأنا رجال جيت هنا والله يا الحبيب كتب الدابة يلا يا شباب هذا عنوان الجامعة ماني داخل عليه iau.edu.sa ضغطت أعطاني الهوم بيج. الهوم بيج هذا يا الحبيب في روابط هايبر تكست هايبر لينك، طالع كيف الماوس تحول ليد دلالة أنك واقف عند روابط، لو ضغطت على هذا الرابط وديك على الصفحة مال الخدمات الإلكترونية. نرجع نعمل باك، لو ضغطت على هذا الرابط وديك على صفحة الطلبة، لو ضغطت على هذا الرابط يوديك على صفحة الإدارة، وهكذا وهكذا. إذن هذا الهوم بيج وبوديك على الصفحة. مرات إذا كنت حافظ اسم الصفحة زي هذه administration AR administration تروح مباشرة بدون هوم بيج زي ما راح نعرف في عملية إيش الأناتوم لما نيجي الآن. إذن الويب سايت هو الموقع صحيح، هو السيرفر صحيح، هو شو اسمه مكان الصفحات اللي هي الويب سايت هو صحيح. فالويب سايت location on the world wide web and internet، طبعا حط لك بين قوسين انترنت لانه احنا عاده اصطلاحا بنقول world wide web هي الانترنت، لكن قلنا لك قبل شوي في النقطه اللي قبلها انه في فرق عند اهل العلم بين www وبين الانترنت. الانترنت نتحدث على underlying network اللي هي الشبكه الهاردوير والاجهزه، الworld wide web هو السيستم او نظام البرمجه اللي يديها. That contains information about the specific topic. عادة الويب سايت بيكون إيش حول موضوع معين، يعني ما بيكون والله بدخل على سوق دوت كوم بلاقي مبيعات وبلاقي والله خدمات بنكية اللي هي زي مثلا بدي أعمل أفتح حساب وبلاقي والله خدمة، لا يا عمي هو رجال سوق دوت كوم هذا السايت متعلق بالبيع والشراء للمنتجات. الفيسبوك والله متعلق في إيش مشاركة الملفات مشاركة الآراء التكلم مع الآخرين كذا، والله اليوتيوب مشاركة الفيديوهات وهكذا. فكل عادة سايت بيكون جامعة، سايت الجامعة إيش دخلوا في البنوك يعني خلاص متعلق في الجامعة، خدمات الجامعة التسجيل تقديم طلب التفاعل من خلال أونلاين الحصول على الدروس تقديم امتحانات. الويب سايت usually contains multiple pages، وهذه تيجي كلمات مفتاحية في الامتحان، ركز علي ركز معاي ركز على هذه الكلمات المفتاحية، لأنه أنت بالامتحان multiple choice، multiple choice راح يذكر لك إيش كلمات مفتاحية. زي بقول لك إيش is usually contains multiple pages with different types of information about the topic، وبقول لك contains information about the specific topic اللي هو website. طيب إيش الهوم بيج؟ حكينا الهوم بيج، الهوم بيج هي الصفحة الأولى الرئيسية التي تفتح عند استدعاء وكتابة عنوان السايت أو عنوان الموقع أو عنوان الخادم. لما تكتب www.google.com راح تفتح عندك الصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية اسمها الهوم بيج، وهي الفيرست بيج يو سي وين يو اوبن ويب سايت، وهذا عادة تعطي معلومات. وأهم شيء في هذه الصفحة إيش لازم تكون فيها؟ إيش لازم يكون فيها؟ هايبر لينك. الروابط احسنتوا، وروابط للصفحات التاليه، هذه هذا الهوم بيج، هذا مثل ما عبد الرحمن هذا الهوم بيج. شوف كل الصفحات الثانيه على السايت مرتبطه ورابطها موجوده بس هوم بيج. يعني الحبيب لو في صفحه ما لها رابط في الهوم بيج كيف تصلها؟ تقدر تصلها؟ ما تقدر تصلها. عاده الصفحات كلها مرتبطه بالهوم بيج حتى يتم الوصول لهذه الصفحات. يعني مصطلح اسمه اللينك الرابط او الهايبر لينك النص المتشعب الرابط المتشعب، واما بيكون نص او صوره.
وضربنا مثال يعني انت الان رجال تبغى تنتقل الى صفحه الخدمات الالكترونيه وهذه تابعه على سايت جامعه الامام عبد الرحمن الفيصل، فلاحظ المؤشر او الماوس بوينتر كيف تحول لهاند، يدل لك على انه هذه الكلمه مربوطه بعنوان لصفحه اخرى، لو ضغطت راح ينقلك مباشره الى الصفحه الاخرى. وهذا كانت صوره، طبعا يجوز الصوره زي هذه صوره طالع، هذه الصوره كيف برضه هذه ريسيرش، لو ضغطت على هذه الصوره راح تجده يوديني الى ايش البحث العلمي. اذا هذا شباب، في حد عنده سؤال؟ هايبر لينك الهايلايتد اور اندرلاين فيتشرز اون ويب بيج ذات وين كليكت، لما تضغط عليها ويل تيك يو تو انذر ويب بيج، راح تاخذك الى صفحه اخرى. اللينك موست اوفن ابييرز از اندرلايند ووردز اور ان ايمج، عاده في مواقع كانوا زمان يرمزوا الى النصوص بايش نص وتحتي خط، اليوم ما يحطوا خط، فاهم قصدي؟ عشان كذا بقول لك مرات كان زمان قديما يجي لك الكلمه وتحتيها خط، اليوم ما في داعي، بس يتحول المؤشر الماوس الى يد خلاص اعرف انه هذا رابط. هاي شباب معاي؟ يعني دكتور اللينك تمام ولا؟ نعم حبيب. اللينك يكون موجود بالهوم بيج كذا ولا؟ مش بس بالهوم بيج، مش بس بالهوم بيج، يعني خريجون دخلنا على الخريجين يا سيدي خلاص، هو بس يعني رابط. طب مش عندك هذول الروابط؟ هاي الأقسام، مش عندك رابط؟ مش حوله عندك رابط هايبر لينك؟ مش الدراسة بالجامعة رابط؟ يعني مش شرط يعني، بس هي عادة المتعارف عليه إنه السايت فيه 50-60 صفحة، 50-60 صفحة دول لازم يكون لهم رابط في الهوم بيج، ولا كيف أصلا رح توصلهم؟ أي وضحت دكتور خلاص ما توصلهم، بس مش معنى ذلك إنه نقتصر بس الهايبر لينك بس على الهوم بيج وبقية الصفحات مالها، لا يا أخي في لها صفحات، شلون تعمل باك؟ شلون ترجع؟ ابغى من خدمات الالكترونيه بحول للطلبه، هذه نفس الصفحه موجوده، ابغى اروح الاقسام على الخدمات ملتقى المهنه، هذه كلها يا سيدي، فهي لا تقتصر بس على الهوم بيج بس الهايبر لينك، لا موجود كل الصفحات، بس لازم اجباري لانه انت حتى تكون قابل للاستعراض هذه الصفحه لازم كلها رابط على الهوم بيج. ناتي الى موضوع الاناتومي تشريح، وانت طب بس هذه المره ليس تشريح طب وانما تشريح اليو ار ال، عنوان السيرفر او عنوان السايت كلاهم صيان او عنوان الموقع كلاهم كلهم صيان، هذا بنسميه يو ار ال يونيفورم ريسورس لوكيتر، يعني مكان مصدر المعلومات الرسمي، يعني انت مصدر الصفحه او مكان الصفحه وين؟ جوجل دوت كوم، هذا اسم السيرفر اسم السايت، دبل دبل دوت جوجل دوت كوم، هذا بنسميه يونيفورم ريسورس لوكيتر، موضع مصدر المعلومات الرسمي ماشي. انا بدي افتح صفحه فبدي اروح المصدر، مصدرها مين؟ اللي هو سيرفر جوجل، فبنسميه www.google.com، هذا هو مصدر مين؟ مصدر صفحه جوجل او سايت جوجل. واضحه يا شباب؟ هذا اليو ار ال له تشريح، والتشريح هذا تحفظ وحفظ، يعني ما فيش فيه اي ذكاء، يعني مثلا انت بتكتب بالاول بروتوكول HTTP، هذا معروف انه وشه بروتوكول، بروتوكول www هذا سب دومين، قلنا نطاق جزئي لانه هذا بيحدد انه هذا السيرفر تابع لاي نطاق، نطاق www ولا www2 ولا ديم ديب ويب ولا دارك ويب، فهذا بسموه سب دومين، اللي قلت لك هو عباره عن المعايير المستخدمه او التي يجب تطبيقها حتى تصبح عضو في شبكه وتستطيع التبادل مع هذا السيرفر، فهذا السيرفر تابع للدبل دبل دبليو اللي هو سب دومين، فانت عشان كذا طبعا كلنا كيوزرز قلت لك كل البراوزرات بتطبق معايير الدبل دبل دبليو. اسم الدومين، الدومين نيم هذا اسم الشركه او اسم السيرفر، بحطه طبعا مهندس الشبكات بالاتفاق مع مدير الشبكه ايش الاسم اللي تبغاه، بي ام دبليو طبعا اكيد الافضل يكون الدومين نيم بي ام دبليو، ما تنسى هذا الاسم ترى تستاجره لان هذا حيرتبط في الاي بي، فبي ام دبليو ما تغير، والله بي ام دبليو بعدين تغير اسم، والله بي ام دبليو دبليو، شو بي ام دبليو دبليو، لا يا حبيبي، يعني خلاص انت بي ام دبليو ربطته بالاي بي ودفعت فلوس واستاجرت، فهذا اسمه الدومين نيم. الدوت كوم هذا بسموه توب ليفل دومين، وهذا توب ليفل دومين وظيفته انه يعطي اشاره على نوع السيرفر، هل هو شركه ربحيه ولا شركه غير ربحيه، راح نتحدث الان عنهم بالنسبه للتوب ليفل دومين. اذا كنت عارف طب لان لحد دوت كوم
وضغطت انتر راح يروح يطلب من السيرفر ينزل اي صفحة الهوم بيج احسن. لكن اذا كنت عارف الصفحة اللي رايح لها تستطيع مباشرة تحط سلاش وتحط اسم الصفحة ونوعها مباشرة عشان يخطر على الهوم بيج، يعني يروح لك على الصفحة مباشرة. فاهمين اللي بحكيه؟ ايه هذا نسميه الفايل باث، طريق الملف. يعني انا الصفحة ما هي ملف، فروح وديني على الصفحة مباشرة بدون ما تمر لي على الهوم بيج. يعني لو فرض اني انا عارف مثلا عارف اني انا بجوجل هذه كذا، هذا الصفحة الرئيسية مال جوجل مثلا، خلينا ندخل رسمي هذا دوت جوجل ماشي، هذه الصفحة الرئيسية جوجل. افرض انا رجال ابغى اروح لصفحة الترجمة ماشي، والله هذه فيها كود راح يأذينا هذا. فطالع انت هنا عندي، خلينا ما نروحش على هذا الموقع، خلينا نروح على موقع ثاني زي التسجيل عندي الادمشن. وين عندي الادمشن؟ جامعة الامام عبد الرحمن الفيصل، وعندي التسجيل قبل شوي اخذناه احنا. طالع هنا عندي انت الموقع iau.edu.is، لحد هنا بحمل لك الهوم بيج. لو حطيت له سلاش ar administration راح يعطيك ايش؟ راح يعطيك صفحة الادمنستريشن ماشي. فهمت قصدي يا شباب؟ ايوه طبعا بالعربي، لكن انا قصدي انه هنا راح يخطر الهوم بيج. يعني لو اخذنا هذا العنوان هذا وكتبته كتابة فتحت طالع وكتبته هنا كتابة بيست وضغط، راح يروح على الهوم بيج؟ لا، راح مباشر على صفحة مين؟ الادمنستريشن مكتب رئيس الجامعة وكذا، ما راح على، بينما الهوم بيج هذه الهوم بيج، لو ضغطنا على الجامعة امام هذه الهوم بيج. فهذا بنسميه الفايل باث، طريق المؤدي للملف او الصفحة. طيب اذا هذا يا اخوان ما في اي شيء. طبعا كيف السؤال بيجي بالامتحان؟ مرات بيجيب لك ايش؟ صورتين. مرات بيجيب لك مثلا عنوان بقول لك www.facebook.com سلاش بعطيك اسم الملف و HTTP بقول لك which one of the following parts وبعطيك ايش الخيارات. البارت الاول HTTP، البارت الثاني www، which one of the following represents يمثل الدومين نيم. ها اذا كان موقع فيسبوك فيسبوك احسن فيسبوك هو الدومين نيم. which one of the following parts represents sub domain www احسن www. which one of the following top level domain .com ممكن يكون .com .com ممكن يكون واحده من الانواع هذه لسه ما جيتها ماشي. هذا سؤال. ممكن يجيك سؤال عكسي يعني مثلا ايش بعطيك عنوان بقول لك جوجل represent which one of the following options is represented by by جوجل الدومين نيم ولا البوكر ولا سب الدومين نيم. هذا العكس بيجي. طيب التوب ليفل دومين هذا قلنا عادة يستحسن السيرفرات تعطي وصف بسيط عن نوع السيرفر. إذا كان دوت كوم بكون كوميرشال انتربرايز أو بزنس، عادة بكون هذه السيرفرات أو هذه الخوادم أو هذه السايتات تجارية من وراها منفعة ما ربحية. يعني زي الفيسبوك في منفعة ربحية لهم ولا لا؟ في منفعة ربحية لهم منفعة الدعايات اللي بتظهر الاعلانات، مرات بحطوا اعلانات للشركات طيران وكذا وهيك، هذا لهم نسبه من المربح من الناس اللي قاعدين من خلال الفيسبوك. ايوه سامعني؟ واضح دكتور. طيب في عندك دوت اورج زي ايش؟ عندي شركات غير ربحيه او مؤسسات غير ربحيه، نون بروفيت اورجانيزيشن غير ربحيه، زي اليونسكو ماشي، زي الاونروا اللاجئين الفلسطينيين، هاي غير ربحيه بمعنى انه ما في لهم ارباح. طيب عندك الـ ADU Educational Institution، هذه ADU لا ايش المؤسسات التعليمية. فلما يكون عندي والله AIA مثلا IAU.ADU بعرف انه هذه الـ IAU تعليمية، جامعة مؤسسة تعليمية كلية ماشي. الـ Government Agency اللي هي وكالة حكومية زي أبشر زي وزارة الداخلية، هذه كلها ايش .gov. وفي عندك ايش مؤسسات عسكريه الميلتري مؤسسات عسكريه ماشي. وفي عندك دوت نت. الدوت نت والدوت كوم متشابهات، انذر اندينج فور كوميرشال ويب سايتس. يعني الدوت نت والدوت كوم سوق دوت كوم سوق دوت نت، الاثنين بيشيروا الى انه هذا الموقع ربحي في من وراه فائده يعني يستفيد. في صوره في صوره يعني اخرى يعني ما في فرق بينهم؟ لا ما في فرق. ففي صوره اخرى من الاسئله بتيجي ولك which one of the following top level domain used to
بريزنت مثلا نون بروفيت اورجانيزيشن وبعطيك خيارات .com.org فهي الاسئله ممكن تيجي كذا وممكن تيجي بالمباشره بالتوب ليفل دومين. واحد سالني سؤال قال لي استاذ طب هذول متشابهات اذا كان الجواب كوميرشال مستحيل يجيب لك من خيارات دوت كوم ودوت نت اذا جاوب بكون خطا بالسؤال. اذا كان الجواب كوميرشال قال لك which one of the following that top level domain represent commercial enterprise هذا جواب صح دوت كوم ودوت نت وحط الدوت كوم ودوت كوم دوت نت بالخيارات اذا هذا خطا بالسؤال. واضح يا شباب؟ واضح واضح. بعد ما شبكنا انترنت يا اخوان وكتبنا في عندي معضله وشو الانترنت هذه فيها كثير من مصادر المعلومات وانا الان اريد ان ابحث عن موضوع معين ابغى معلومات حول هذا الموضوع المعين لكن احتاج الى شخص او شيء يساعدني وياخذ بيدي لتوصيل الى مصدر المعلومات او مصادر المعلومات اللي تتحدث عن الموضوع اللي ارغب فيه. طيب انا الان ملايين الصفحات عندي مليارات الصفحات عندي طب أنا أبغى الصفحات اللي تتحدث حول موضوع معين مين الجهة المخولة إنها تجيب لي هذه الصفحات وعناوينها حتى أستطيع أستعرض محتوياتها وأحصل على المعلومات الكاملة حول الموضوع محرك البحث محرك البحث أحسنت. إذا أنا رجال لازم أكون عارف إني أنا لن أستطيع الاستفادة من مصادر المعلومات الموجودة على الإنترنت إلا لما يكون عندي محرك بحث يساعدني على الحصول على المواقع والصفحات اللي بتتحدث عن الموضوع محط الاهتمام. طبعاً محرك البحث هذا وين مين أشهر محرك بحث؟ جوجل. جوجل كروم ولا إنترنت إكسبلورر؟ لا جوجل. جوجل بس. يعني مش كروم لا جوجل تبع كروم جوجل هذا هذا متصفح وش جوجل كروم احسن متصفح احسنت يا شباب صح صحيح مش مثل الشعب الثاني اذوني وانا اشرح الفرق يا شباب واضحه الكروم هذا براوزر متصفح ما له علاقه اما لما تقول لك سيرش انجن سيرش انجن محرك بحث هو عباره عن موقع سايت. طب يا أستاذ هذا جوجل وهذا جوجل أيوة يا حبيبي هذا منتج لجوجل وهذا السايت السيرش انجن تابع لشركة جوجل لكن هذا اسمه سايت موقع سيرش انجن محرك بحث وما له علاقة في مين ما له علاقة في جوجل كروم بمعنى أستطيع من هذا هو مايكروسوفت اكسبلورر أفتح الجوجل سيرش انجن صح يمنعني ولا يسمح لي يسمح لي يسمح لي. يسمح ما عندي اي اشكالي هذا كتبت هنا كتبت هنا جوجل دوت كوم هذا سيرش انجن وهو سايت لجوجل. ففي بعض الطلاب للاسف خصيصا يعني صدمت انه في طلاب كثيرين يعني يا دوب فهم فكره براوزر وانه ما ليش علاقه بالويب سايت والبراوزر هذا برنامج يعرض صفحات ومن ضمن الصفحات السيرش انجن من جوجل ممتاز ما شاء الله مصحصحين هذا الموقع او السيرش انجن محرك البحث الذي سوف من خلاله يعطيني الصفحات اللي تتحدث حول الموضوع معين انا عندي موضوع سوف ابحث عنه زي كمبيوتر ساينس في عندي هنا السيرش بار فاكتب الموضوع وان كان الموضوع يتكون من اكثر من كلمه مش مهم من كلمه واحده المهم نبغى نعرف الاليه التي يستخدمها جوجل للوصول الى الصفحات بس قبل ما يستخدمون الجوجل بيستخدم إيش اسمه الدودة الدودة هي عبارة عن برامج منشرها على مستوى العالم على السيرفرات وكذا بيبدأ يعرف محتويات كل صفحة ويصنفها عنده تصنيفات وعنده يعني أشياء عظيمة في سيرفرات جوجل يصنف لك الصفحات بناء على الكلمات التي ذكرت في داخل الصفحة وعشان كذا يعتبر جوجل سيرش انجن من أقوى محركات البحث لا الياهو ولا الام اس ان كمحركات بحث ولا حتى البينج هذا كلها محركات بحث على عين وراسي بس أقواها طبعاً جوجل. طيب الآن كيف عملية البحث بتتم؟ أنا بدي أبحث عن موضوع اسمه كمبيوتر ساينس. لاحظ كتب كلمة كمبيوتر بعدين فراغ وشو؟ ساينس. ساينس. الساينس هذه والكمبيوتر شو كيف فهمها الآن محرك البحث جوجل؟ كيورد. أحسنت بس كيف فهمها بمعنى؟ ما هي المواقع أو الصفحات التي سوف تكون أو المكونات لأنه راح نشوف أنها مكونات برضو يعني صور
مسمى بكلمة كمبيوتر ساينس، فيديوهات، واحد عامل لي خريطة مسميها بالماب كمبيوتر، أي شيء كتاب كمبيوتر ساينس سوف يذكر من ضمن النتائج، بالإضافة للصفحات التي توفر فيها كمبيوتر ساينس. الآلية كالتالي بتتم. جوجل طالما في فراغ، شايف فراغ؟ هذا الفراغ؟ ايوه. الفراغ هذا بيعطي معلومة لجوجل بأنه أنت العملية المستخدمة بنسمي العملية هذه formal instructions، التعليم الرسمية المستخدمة هي and. شو مقصود بand؟ and يعني كمبيوتر and science، يعني الفراغ برمز للand، يعني يجب توافر هاتين الكلمتين، يجب توافر هاتان الكلمتين وين الكلمتان للأسف في كل المواقع والمكونات. إذن يجب توافر هاتان الكلمتان في كل المواقع والمكونات. فلما أضغط على جوجل سيرش أو أضغط على اللي هو انتر أو أضغط على العدسة، كلها مأسيان اللي هي ابدأ عملية البحث والحصول على النتائج. تتوقع النتائج؟ النتائج زي ما أنت شايف كان عددها مأهول، 3,40,000,000. ماشي؟ وعندي ماشي. لو بدك تستعرضها بدك تقعد كم سنة؟ سنتين، ثلاث، 10 سنين أكثر. في عندي هنا all، هذه الفلترة للمخرجات، لأنه قلت لك المخرجات والريزلتس هي مواقع بالإضافة لصور، سميت بالكمبيوتر ساينس بالإضافة لفيديوهات. إذا تبغى تفلتر يعني تبغى إشي صور تتعلق بهذا الموضوع بتضغط على images، بيجيب لك بس الصور المتعلقة بمين؟ بالكمبيوتر ساينس. إذا قلت له بدي إياها فيديوز فبيجيب لك الفيديوهات اللي متعلقة بالكمبيوتر ساينس. إذا قلت له بدي نيوز بيجيب لك النيوز. إذا قلت له بوك إذا بدك مور مابس شوبينجز المتعلق بالكمبيوتر ساينس. هذه الفلترة مهمة. طيب الآن نرجع لموضوعنا. في عندي إذا تكتب الكلمة أو الكلمات بينهم فراغ بفهم منها and. شو معنى and؟ and يعني يجب توفر هذه الكلمات في المخرجات، سواء صفحات سواء صور سواء فيديوهات. ماشي كلامي؟ واضح؟ ماشي واضح. مش بس جوجل كذا، لا جوجل بتلاقف بتفلسف. شلون بتفلسف؟ يعني هو فعليا انت كتبت له كمبيوتر ساينس صح، قلنا لازم توافر كلمه كمبيوتر كمبيوتر ساينس، لكن هو بتلاقف بعدين بيجيب لك اول المخرجات، اول 20-30-70-80,000 موقع توافر كمبيوتر ساينس بالضبط مثل ما انت كاتبها. بعدين بدا يتلاقف. ايش معنى يتلاقف؟ جيب اكثر الناس بحث عليه، تصاريف، بدا ياخذ تصاريف. وش تصاريف؟ يعني ساينس بتصير ساينسز بإس الجامعة. بقولك يمكن الرجال كتب ساينس بس هو غلطان، هو يبغى كمبيوتر ساينسز. حلو، جاب لك إياه في المخرجات. إذن أول أولوية عنده إنه إيش؟ مثل ما أنت كاتب بالضبط. بعدين لخلص شو بجيب؟ بجيب لك تصريفات كمبيوتر ساينسز أو كمبيوترز ساينس أو كمبيوترز ساينسز. ماشي؟ بيبدأ يتلاقف. وإذا كانت أفعال بيجيب لك تصريفها مثل ما تكاتبه في المضارع، بعدين في الماضي، بعدين في المستقبل، كذا بتفلسف. بعدين بعد ما يتفلسف في التصريف يتفلسف بشيء ثاني، تباعد. يجيب إيش؟ الكلمات ما هي لازقة ببعض كمبيوتر ساينس، ما يجيب لك إياها بصفحات، صفحات ذكرت كلمة كمبيوتر كمبيوتر ساينس، يأخذها بالريزلتس بالنتائج، يأخذها ضمن النتائج. عرفت كيف يشتغل؟ إيه. إذا الفراغ and، بمعنى هل سيجلب لك من ضمن نتائج الصفحات اللي تحكي عن كمبيوتر أو ذكر فيها كمبيوتر بدون ساينس؟ لا طبعا لا. and الفراغ معناها and، يعني يجب توافر الكلمات في الصفحة أو في اسم الصورة أو في اسم الفيديو، ولكن لا يجوز إغفال كلمة واحدة. يعني مستحيل تروح الآن تبحث في آخر النتائج بعد توصل عند 40,000,000 ولا هذا تجده بس لكن لك صفحات كمبيوتر بدون ساينس، لازم كمبيوتر وساينس. إذن بيأخذ أول شيء الكلمة مثل ما هي، الفريز مثل ما هو الكلمتين، بعدين بيأخذها بتصريفات، بعدين بيأخذها متباعدات.
متباعدات، يعني كمبيوتر بعد كلمتين ثلاثة أربعة عشرة بعد سطرين ثلاثة أربعة ساينس، بحطهم في الريزلت. في عندي إشي اسمه formal instructions، وهذه formal instructions بتساعدنا كأدوات، تساعدنا إذا استخدمناها على تحديد النتائج، يعني تحدد بالضبط النتائج. طبعا احنا ما أخذنا غير كم نموذج، حوالي أربع نماذج بس، لكن في عندك لو رجعت على جوجل وبحثت في formal instructions بيطلع لك طبعا حركات ثانية، يعني إمكانية لاستخدام formal instructions عشان تحدد أشياء معينة. زي ايش؟ زي واحد قال يا اخي ما ابغى والله يا عمي خلينا نستخدم اول فورمال انستركشنز، وهي الكودز. الكودز اللي علامات التنصيص. طبعا لما اكتب هاو تو بريك كوركتلي ايش بيسوي هو؟ قلت لك الكلمات هذه لازم توافرها في مين؟ في الصفحات. بعدين ببدا يتلقى في ايش؟ بالتصريف، بدل بري بشيل ايش؟ praying الصلاه. ماشي، بياخذ تصريفاتها، فعل مضارع، فعل ماشي، ماضي، ماشي، فاهمين بحكيه؟ بعدين بياخذها متباعدات، صح؟ لا انا ما ابغى يتلقف، ابغى اكتب له مصطلح ويلتزم بالضبط مثل ما انا كاتب، لا يصرف ولا ياخذهم متباعدات. وصلت؟ واضح. طيب بيجيك سؤال في الامتحان مره. دكتور لو سمحت بريك. البريك، ماشي من عيون البريك يا شباب. طيب البريك بس اخذ خلال لحظه يا دكتور، ايش قلت قبل شوي؟ يجي في الاختبار ايش؟ قلت يا شباب ما انتم قاطعتوني، قلتوا بريك، خلينا نكمل. طيب ثاني بس تفضل تفضل خذ راحتك. لا طيب راح اعطيكم البريك، ما تخاف، 10 دقائق. لكن اللي بحكيه بيجيك سؤال في الامتحان، ايش بقول لك؟ بقول لك which one of the following formal instructions we can use it. ليش؟ to search for documents that contains the phrase exactly as you type. يعني أنا أبغى results تكون بالضبط مثل ما كتبت. Which one؟ بعطيك زي or، بعطيك زي هذه، بعطيك زي اللي بعدها exclude، بعطيك زي هذه. فأنت بتعرف بين علامات تنصيص بأنه هي بالضبط بتقيده، ونبغى نتأكد قبل ما نأخذ البريك. هذه كمبيوتر ساينس كم أعطتني نتائج؟ 3 مليار و40 مليون. 3 مليار. لو حطيتها بين علامات التنصيص الكودز تتوقع النتائج تزيد ولا تقل؟ تقل، تقل أكثر. أكيد راح تقل، أكيد، لأنه راح أمنع التليقف منه بالعامية. طبعا التليقف، لاحظ كم كانت بالأول، كم مليار؟ 3 مليار، الحين 180 مليون. مليون، 3 مليار و40 مليون تحولت. فنقل ليش؟ لأنه ما يتليقف، لا يصرف سانسز ولا كمبيوترز ولا تثبت باعدات. بالضبط بدك تلتزم. وناخذ البريك، وسلامتكم، اي سؤال بجاوب عليه بعد البريك ان شاء الله. السلام عليكم. الان يا شباب بدي ارجع للفورمال انستركشن الثاني، بس اتاكد. ايوه، اذا نفهم وش وظيفه الكودز. في عندي البوليانز، والبوليانز والبارنثيسز. البارنثيسز اللي هي الاقواس. طبعا احنا زي ما اتفقنا يا شباب انه عندك الفراغ، لما قلنا انك تحط فراغ بين الكلمات معناها وشو؟ ايش معناها؟ معناتها اند. احسنت، معناها اند. والاند يعني يجب توافر الكلمتين او الكلمات كلها في الريزلتس. طيب الان في عندي، اذا الاند يا شباب اللي هي معناها انه show results where both or all of the words are found. لازم توافر جميع الكلمات في الصفحات حتى تعتبر من الريزلتس، لما يكون اند. اذا كان عندك اور، ايش معنى اور؟ او يعني either or any of your words. يعني ايش معنى either or any of your words؟ يعني اما الكلمتين ثنتين او واحده منهم. يتحقق الان الشرط، الآن حتى يتحقق الشرط لازم كل الكلمات اللي بينها فراغ أو آن لازم تتوافر في الصفحة أو في المكون، سواء كان صورة ولا كذا، حتى يعتبر من الريزلت. الأور لا، يكفيك توافر واحدة فقط. طب إذا توافر الثنتين يجوز ولا ما يجوز تعتبر من النتائج؟ يجوز طبعا، يجوز وخير وبركة لو توافر الثنتين. طيب يعني هذا كاتب لك اياه، contain either word pray or worship. هنا pray ولا worship. some page results will contain both. اصلا بالعكس، هو بالترتيب عنده بالريزلت
بالريزلت عنده بيجيب لك الصفحات التي ذكرت فيها الكلمتين مع بعض، بعدين بذكر لك الصفحات اللي ذكرت فيها كلمة واحدة منهم على الأقل. يعني لو قلنا الآن صفحة فيها بري يجيب لك إياها بالريزلت ولا لا؟ يجيبها. بري وورشوب يجيبها بالريزلت ولا لا؟ يجيبها. يجيبها الأول طبعا. وش وورشوب لحالها؟ يجيبها بعد. يجيبها. طيب إذن يا شباب لو لاحظنا هنا بشكل سريع عشان بس أثبت لكم إنه عندي هنا كمبيوتر ساينس، لو حطيت بينهم أور وخليها علامات تنصيص بس عشان أوريك، هذه علامة تنصيص، علامة تنصيص، أو تبغى تشيل علامة تنصيص طبعا هذا إشي برجع لك، طلع عندي 2 مليار كمبيوتر وساينس، عندي طلع 2 مليار و220 مليون، لو حطيت بينهم أور بتزيد أور كابيتال، وعك تحط اور فورما انستركشنز اور كابيتال ما هي سمول، لانه اور سمول بفهمها كلمه من ضمن ايش الكلمات، فاهمين بحكي يا شباب؟ زادت ولا قلت؟ زادت. كم صارت من 2 مليار ل 5 مليار؟ زادت من 2 مليار الى 5 مليار. اذا الاور معناها توافر واحد منهم يكفي. ناتي الان الى هذه نناقشها مناقشه، يعني نيجي على الأقواس. الأقواس أنتوا بتعرفوا يا إخوان الأقواس أخذتوها في أي مواضيع زي الإكسل زي كذا، إلها الأولوية، الأولويات، يعني يبدأ دائما بالأولوية الأقواس، وبعدين إيش الداخل القوس هذا ينفذه، داخل القوس هذا نفذه، وبعدين يربط بينهم. طبعا بينهم إيش؟ فراغ. إيش معنى الفراغ؟ يعني أند. أحسنت. ومعنى أند يعني واحد من هذا الطرف يتحقق الأيسر مع واحد من هذا الطرف الأيمن يتحقق. تعال نيجي الآن على الطرف الأيسر. الطرف الأيسر مكتوب لك بري أور وورشيب، يعني يكفي تحقق واحد من الكلمتين منهم. أحسنت. and لسه صبر، مش يعني تحقق واحد أخذت الصفحة بالريزلت، لا وقف، الصفحة ما راح تكون إلا لما يتحقق بينهم and مع الطرف الأيمن، معناته الطرف الأيمن لازم يتحقق واحد منهم، صح؟ معاي انتو؟ صح صح. يعني لو قلت لك الآن أعطاني بري وورشوب في صفحة ذكرت بري، نفس الصفحة ذكر فيها وورشوب، نفس الصفحة ذكر فيها العوادي، طبعا بس أقرأ لك يا بري أور وورشوب and العوادي أور المغامسي، ماشي؟ الآن ما هي الصفحات البري اللي هي صلاة، وورشوب اللي هي الدعاء أو العبادة، وعندك العوادي والمغامسي اثنين قراء. الآن السؤال بينهم أن ما هي الصفحات المتوقع الحصول عليها عندما تبحث باستخدام الفورمال انستركشنز برانتيسز مع الأور، هذه يعني الصفحات اللي فيها بريلا وحدها يأخذها من الريزلت؟ إيه لا 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 لازم أنت مع ال أحسنت. لا بريلا حالها ما يأخذها، لأنه حبيبي هنا في أن لازم هنا يتوفر شيء. طيب بري مع العوادي ياخذها؟ ياخذها. أيوة. ياخذها. الصفحه اللي ذكر فيها بري مع العوادي معناته هذه تعتبر ايش من الريزلت. طيب بري مع العوادي مع المغامسي ياخذها؟ لا لا, لا. طبعا لا. ياخذها يا شباب، طبعا ياخذها، ليش ما ياخذها؟ ياخذها يا حبيبي، ليش ما تحقق هنا؟ إذا تحقق واحد يكفي، هذا إذا واحد ذكر العوادي ولا مغامسي، فما بالك لما اثنين ذكروا، خير وبركة، هذا تحقق وبري تحققت هنا، فبري مع العوادي والمغامسي تحققت فأخذها من الريزلت. طيب بري مع المغامسي لو واحد اثنين مع بعض ياخذها؟ ياخذها طبعا. طيب المغامسي والعوادي مع الورشب ياخذها بعد؟ ياخذها. ياخذ. طيب العوادي مع المغامسي بس؟ لا ما ياخذ طبعا، ما ياخذ هنا ان. طب الوعوادي مع المغامس مع ايش؟ مع الورشب مع البري ياخذهم طبعا، ياخذهم، وهذه الاولويه. فاذا هذه ان لازم يتحقق واحد هنا واحد هنا، ولازم هنا عشان يتحقق يكفي واحد منهم، وهنا لازم عشان يتحقق واحد منهم، واذا تحققوا الجميع خير وبركه. ناتي الى الاكسكلود وورز. اكسكلود وورز اللي هو الاستثناء، يعني انت بتبحث عن موضوع معين ولكن الصفحات اللي بتذكر كلمه معينه داخل الصفحات تبغى تستثنيها،
زي ايش؟ زي واحد رجال بقول لك انا ابغى ابحث مثلا عن الكمبيوتر ساينس، موضوع الكمبيوتر ساينس، وطبعا كمبيوتر ساينس كمبيوتر ساينس واسع يعني في صفحات كثيره، بس ابغى اطالع الاول اشوف المخرجات كم كم. والله 184 مليون صح؟ لو تبغى تستثمر من 184 مليون كمبيوتر ساينس مجال الكومبوننتس، الكومبوننتس يعني ما الكمبيوتر يعني ما يجيب لي سيرة وشو المكونات المادية لا المكونات الكومبوننتس يعني وين ما في صفحة فيها كومبوننتس سواء سوفت وير ولا هارد وير يشيلها من الريزلت. هذا معناه اكسكلود استثناء. فهي طلعت عندك 184 مليون، لكن ابغى من ال 184 مليون اشيل منها اللي هي وين ما في صفحه ذكرت فيها كومبوننت سواء هاردوير ولا سوفت وير كومبوننت. راح يزيد النتائج ولا تقل؟ تقل. اضغط الان طالع 153 مليون، يعني 184 مليون 153 مليون تقريبا 30 مليون راحوا. فالاكسكلود لما تستخدمها طالع لا تنسى الاكسكلود لما تستخدمها تحط فراغ بعد الماينس، لانه في بعضكم ما يحط فراغ فتطلع عنده مشاكل. حط فراغ ماشي؟ فاهمين يا شباب؟ حط ماينس فراغ الكومبوننتس معاي؟ تمام. مش تلزقها ببعض. حلو. اذا هذا الاكسكلود. فمثلا واحد بقول لك يا الحبيب انا بدي ابحث عن موضوع، وش الموضوع؟ كمبيوتر كومبوننتس. وابغى هاردوير عشان ما حد يقول لي هذا هارد. كم كلمه لازم توفرها هنا؟ ثلاث كلمات لازم توفرها لان بينهم فراغات، والفراغات يعني اند. كم طلع لي؟ 657 مليون. واحد قال بس هذا راح يجيب لي الهاردوير كومبوننتس، بس راح يجيب لي من ضمن النتائج كتب، صور على الهاردوير كومبوننتس، مقالات على الهاردوير كومبوننتس، شركات تبيع. انا ابغى استثني الشركات، وش نسوي؟ ماينس كمباني. احسنت. بس انا لما اكتب كمباني طبعا لما احطها بدون علامات تنصيص ايش بفهم؟ انه تحتاج برضو ايش يصرفها يعني كمباني كمبانيز، فاهمين قصدي؟ انا ما حطيتها بعلامات تنصيص. ها لو حطيتها بعلامات تنصيص بده يلتزم كمباني، اما لما احطها بدون علامات تنصيص راح يطرح بينها الكمباني والكمبانيز تصريفات، فراح يقل ولا يزيد؟ يقل. شوف كان 600 وكم شوية مليون، الآن 267 مليون فقلت. هذا الإكسكلود. واضح يا شباب؟ هذا formal instruction exclude. فزي هنا بقول لك ابحث لي عن القرآن، كل مواقع القرآن سواء تسمع ولا مواقع تشرح قرآن ولا كذا، باستثناء العفاسي. وين ما في ذكرة عفاسي بالريزولت راح تنشال هذه الصفحة ولا تعتبر من الريزولت. طيب في عندي اخر فورمال انستركشن، وهي البحث داخل سايت معين، تبحث عن شيء معين عن موضوع داخل سايت. واضحه؟ واضحه. يعني واحد رجال قال لك يا اخي والله السايت مال الجامعه والله مأذينا، والله ما انا عارف وين القبول والتسجيل. دخلت مع انه قبول التسجيل فوق، بس هو ما هو شايف ولا انه في سايتات معقده تصميمها معقد. يا اخي الله يرحم والدينا والديك، ترى ماني عارف والله ماني عارف اشوف القبول التسجيل. وش الحال؟ بنروح على جوجل بنقول له ابحث لي داخل هذا السايت عن الادمشن، فبكتب العنوان، بكتب الموضوع اللي ابغى ابحث عنه ادمشن، وبعدين بحط فراغ. طبعا الموضوع ممكن يكون كلمتين مش شرط كلمه واحده، كمبيوتر ساينس ممكن فراغ. تحط فورمال انستكشن. وش الفورمال انستكشن؟ الامر هو سايت نقطتين فوق بعض بدون فراغ بينهم، سايت نقطتين فوق بعض بدون فراغ بينهم، هذا formal instructions يعني تعليم إلى جوجل. بيقول له اصحى ترى أنا أبغى أبحث عن موضوع الأدميشن داخل السايت مين، تحط عنوان السايت على الجامعة iedu.edu.se. فهمت يا حبيب شو المقصود بهذا formal instruction؟ يبحث داخل الموقع. داخل الموقع يبحث عن إيش؟
الادمشن سايت. احسنت. لا لا ادمشن الادمشن بس. الادمشن بس. السايت هذا امر فورمال انستراكشن، امر يخبر جوجل ايش يخبره انه البحث راح يكون داخل السايت اللي عنوانه www.edu.sa. اضغط انتر راح تجد كل الريزلتس متشابهه في شيء. وش المتشابهه فيه؟ موقع. احسنت، كلها موقع الجامعه iau.edu.sa وهكذا وهكذا كلها. وكلها ايضا تبحث او موضوع الادمشنز الادمشنز الادمشن ادمشنز وهكذا. فاذا اردت ان تبحث عن داخل موقع الجامعه مثلا عن موضوع الاي ليرنينج، هذا الاي ليرنينج داخل موقع الجامعة، أعطيت فراغ وبعدين حطيت الفورمال انستركشن سايت بدون فراغ بين نقطتين ها، وبعدين عنوان الموقع الذي سوف تبحث داخله عن الاي ليرنينج. تضغط راح تجد، لاحظ كلهم متشابهات في موقع الجامعة IAU لكن اي ليرنينج. في واحد عنده تعليق؟ نسمع تعليق خير. لا طبعا مش محسوب عليك يا محمد الجاسم شيء، بفصل النت بس حاول قدر الامكان يا اخوان وانت في الامتحان انك تحاول تقول لاخوانك في البيت، والدك، اي واحد بيستخدم نت تقول له يا والدي لو سمحت فتره الامتحان ما تستخدم النت لانه خايف يفصل عندك ويصير عندك مشاكل. سمعت؟ اللهم اني بلغت. فافصل النت عن اخوانك كلهم في البيت بس تخلص هالربع ساعه الامتحان وجزاك الله خير، بعديها قولوا مش بكون كل فتره الامتحان مده ربع ساعه بس. الو واضح كلامي؟ واضح كلامي. اذا بدك تبحث عن كلمه او مصطلح داخل سايت معين تستخدم الفورم سكشن سايت نقطتين وتحط العنوان الذي سوف تبحث داخله. واضحه؟ وانتقل على بعدها. حلو. زي هنا باحث عن موضوع وشو؟ موضوع وشو؟ الاسسمنت التقييم. اسسمنت التقييم داخل السايت مال الجامعه القديم ايام كان اسمها جامعه الدمام. تراي اوت هذا لك، ابحث جرب فايند اول انفورميشن اباوت يور سيلف، ابحث عن نفسك بسموها جوجل يور سيلف. جوجل يور سيلف صار جوجل مو فعل الان، كان اسم صار فعل. بقول لك اي جوجلد. اي جوجلد ايش معناها؟ يعني جوجلت نفسي. ايوه يعني بحثت. احسنت، صارت فعل الان داخله في قاموس اللغه الانجليزيه جوجل أو جوجل. طيب نأتي الآن، فأنت جرب الآن ابحث من خلال الكوتس، من خلال إكسكلود، من خلال اللي هو السايت، وننتقل الآن إلى إنترنت ثريتس. إن شاء الله ما نتأخر يا رب. بعد ما فهمنا كيف نبحث وكيف نحصل على نتائج ونستعرض مصادر المعلومات حول موضوع معين، لابد الآن وإحنا قاعدين نستخدم إنترنت تفهم التهديدات. في عندك تهديدات ومخاطر تحيط بك وأنت تستخدم الإنترنت. وهذه المخاطر لابد ان نضع استراتيجيه للحمايه منها. فعشان كذا قبل ما نتحدث عن الحمايه من هذه المخاطر لابد ان نعرف وش المخاطر هي بالضبط اللي نواجهها. فبيفور وي كان ليرن هاو تو بروتكت اور سيلفز، قبل ما نبدا نتحدث عن كيف نحمي انفسنا، وي نيد تو اندرستاند وات ذا ثريتس ار اون ذا انترنت، وش التهديدات اللي نواجهها على الانترنت. في عندي شيء اسمه المالوير. المالوير او المالوير هذا وش مقصود بالعربي؟ لما اقول لك هذا مالوير وش معناه بالعربي؟ اتوقع هذا نوع من الويبات او شيء زي كذا. المالوير المالوير شيء يسمونه عشان يضر الجهاز. بس هي المالوير اللي هي البرامج الخبيثه. المالوير هي البرامج الخبيثه، والبرامج الخبيثه هي البرامج التي صممت وبرمجت تبرمجت لاجراء للقيام بضرر معين على الجهاز. يعني ما نقدر نسمي والله البجز اللي هي الثغرات منها مالوير. يعني هذا ممكن واحد يعمل برنامج والبرنامج طبعا ما يطلع كامل، فيه شويه ثغرات. هذه الثغرات ما نسميها مالوير برامج خبيثه لانه هذه الثغرات لم تقصد. اما المالوير هي ايش؟ از انتشنالي. شو معنى انتشنالي؟ ميليشس سوفت وير، برامج خبيثه انتشنالي. ايش معنى انتشنالي؟ يعني متعمده، مصمم مسويها عشان كذا.
أحسنت، يعني تعمدت، يعني تصميمها وبرمجتها كان إلى هدف وهو إجراء ضرر، فهي متعمدة وليست بدون قصد. أوركود له برنامج ذات إس ديزاين. تحفظ الأمثلة الحين ولا؟ وش اللي تحفظ الأمثلة؟ اللي هو الورمز والسباي وير. أيوة راح نتحدث عنهم اليوم، هذول لازم تعرف okay. تعريفاتهم. فاللي هي ايش صممت تو دامج يور كمبيوتر عشان تعمل لك ضرر في كمبيوترك تأذيه، وايضا ممكن تكون سببها او يكون هدفها كولكت انفورميشن وذاوت يور نولج، او انها تجمع معلوماتك الشخصيه وتخترق خصوصيتك، صورك، ارقام حساباتك، ارقام ايميلاتك، اسماء الاكونت مالك في الايميل ورقم الباسورد، كل هذه تعتبر تجسس. طيب ومن ضمنها طبعا التروجان هورسز والفيروسز والورمز والسباي وير. طبعا ناتي الى طبعا يعني نعطي الى معلومات الان حول الفيروسز والورمز وتعريفاتها، بس قبل كذا بدي اقول لك انه sometimes adware and freeware can be malicious. malicious اللي هي الادوير اللي هي الدعايات، والفريوير اللي هي البرامج المجانيه. وانت بتعرف لما يجي بقول لك والله تعال يا اخي تعال ننزل من عندي الاوفيس، الاوفيس بفلوس، تعال عندي مجانا، وتروح تنزل انت المسكين وتلاقي 500 فيروس. ماشي شباب؟ او دعايه من الدعايات. هذه الطريقه التي يستطيع من خلالها انهم يصطادوك. ودير بالك الفيروسات حتى تشتغل، كل الفيروسات تروجان هورسز والورمز والسباي وير والفيروس يحتاج الى رده فعل منك. فاهمين شو معنى رده فعل؟ موافقة يعني اوكي، تطلع لك رسالة تقول له اوكي، تقول له نيكست. اما انه ينزل ويشتغل لحاله ويخترق كل جدران الحماية ولا لا، ما يقدر الا بموافقة منك. وانت تعرف اليوم العامين لما يستخدموا الاجهزة يأذوا نفسهم، تنزل ويطلع له اوكي يلا، دائما احنا متعودين حافظين حفظ، ما تقرأ الرسالة واضغط اوكي وخلاص ويكون فيروس. الله المستعان. نرجع لموضوعنا الفيروس، نأتي إلى تعريف الفيروس وهو من التهديدات اللي تواجهنا. الفيروس اللي هو is a self-replicating program، برنامج ينسخ نفسه بنفسه، ومصمم that is designed to infect a computer by، ومصمم بأنه يعدي الكمبيوتر، يعني مش أنه بس منسخ نفسه لا، وبيعمل لك عدوى by rapidly spreading from one file to another، بالانتقال بشكل سريع والانتشار بشكل سريع من ملف إلى آخر. وعادة هذه الفيروسات هدفها الرئيس إيش؟ causing great harm، تعمل لك ضرر عظيم في جهازك. زي إيش؟ زي تمسح البيانات. زي إيش؟ زي تخفي لك الفلاش، محتويات الفلاش تخفيها. حدا مر عليه فيروس هذا اللي مأذينا كان في ويندوز 7؟ تحط الفلاش عندك على الجهاز، يروح شو يسوي؟ يقعد ينسخ 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 على جهازك على الفلاش، ويعمل لك هايد، يمسح، يخفي لك كل الملفات ويحط لك شورت كات، ويظل ينسخ في الشورت كات حتى تمتلئ الفلاش. هذا كان مأذيننا أذية مش طبيعية. تروح تشيله وتروح تحطه بجهاز سليم، شو يسوي في الجهاز السليم؟ يروح الفيروس ينتسخ من الفلاش وينزل الجهاز السليم. أحسنت، يعدي. ويروح مسكين واحد يجيب هذا الفلاش نظيفة وسليمة ويحطها في هالفيروس في الجهاز الملوث المعدي، ويروح ينقل له الفيروس على الفلاش، وهكذا. كان فيروس مؤذي. وفي فيروسات أخرى، وطبعا لازم تعرفوا أنه طرق الحماية ما تطورت للصورة اللي احنا فيها إلا من بعد معانينا سابقا. يعني الويندوز وكذا كان فيه مليان ثغرات، كان أكثر نظام تشغيل عرضة للفيروسات اللي احنا بنسميه مرتع الفيروسات اللي هو الويندوز. لسه كان اللينكس ألف مرة ما في فيروسات لللينكس، الماكنتوش ما كان في فيروس، الويندوز يا الحبيبة حبيبي. كنا نلعب وإحنا طلاب ولعبة ولا صغار، أنزل أعمل فيروس، شو أعمل فيروس؟ أضرب ملف واحد، ما إحنا عارفين الويندوز دائما بنزل وين؟ عند السي، صح؟ من أول ما انولدنا وإحنا بنعرف ملفات النظام بمجلد اسمه ويندوز موجود في السي. روح يا ولد، في كان ملف زمان مسموح لنا نحذفه، وكان هو لب الكور مال النظام اسمه command.com، بس احذفه وقف نظام تشغيل. راح كل جهازك واعمل بدك تعمل اعاده تشغيل، مره تعمل اعاده تشغيل يقول لك missing operating system. فالفيروسات عاده هدفها تعطيل عمل جهازك، مسح البيانات اللي تبغاه، يعطل لك الانترنت.
ناتي الى شيء اسمه الورمز. الورمز فيروسات برضو، ما هو كلها تروجان هورس فيروس والورمز فيروس، بس كل واحد له وظيفته. الورمز بسموها الديدان وهي فيروسات، ولكن هذه هدفها او تركيزها على الشبكات، على النظام الشبكي. Except مثل الفيروسات، ما عدا انها they are usually spread over network without a human help، يعني بتنتشر بين اجهزة الشبكة المرتبطة مع بعضها البعض بالشبكة بدون ما انه والله الشخص البشري هو اللي يرسلها. يعني انا كان زمان عندي معمل، حلو، انا كنت مشرف معامل معيد، معملي فيه 22 جهاز، ينزل فيروس وورم، هذا الفيروس بعد 3-4 ايام تلاقي انتشر على 20-23 جهاز من الشبكة المشبوطين مع بعض في شبكة. عادة هذا الوورمز كان شي يسبب لنا يعمل لك بطء شديد، يقعد ينسخ ملفات وهمية ويرسلها، يرسلها حتى الشبكة تصير أوفرلود، ما تقدر تفتح ملف من السيرفر. سامعيني؟ إيه سير بطيء برا. أروح شو أسوي أنا المسكين؟ أروح أطفي السويتش، أفصل النت، واروح يا سيد عزيز افرمت الاجهزه، اقعد يومين وانا افرمت فيها ونزل ويندوز كذا، ارتاح اقول الحمد لله. يلا يا ولد شو تسوي؟ يلا شغل السويتش ويلا فش. يوم يومين تلاقي رجع الفيروس. كيف رجع الفيروس؟ لانه مشبوك في معمل ثاني، جاء من معمل ثاني وانتسخ عندي في جهاز من المعمل وبدا ينتشر من الجهاز هذا الى بقيه الاجهزه في المعمل. في المعمل هذا كان مأذينا اذيه مش طبيعيه. ومعظم هذه الفيروسات يا شباب مين يصنعها؟ بشر. مين اللي يصنعها؟ شركات الحماية أحيانا. أحسنت، أكثر منتج للفيروسات زي ما تفضل زميلكم هو شركات الحماية، لأن حبيب هذه مليارات مرابح. فالرجال ما يقولك ما أقدر والله عمي ما أصنع فيروس، يا ولد صنعوا لي فيروس وحطوا لي أنتي فيروس وبعد أسبوع إحنا نطلع أنتي فيروس. فالرجاجيل مساكين يشتغلوا له، يعملوا له فيروس، يعملوا أنتي فيروس، بعدين نطلع الفيروس بعد أسبوع يقولك البرنامج الوحيد اللي يعالج هذا الفيروس هو مكافي. تروح تدب على مكابي طبعا بدك تنجو، البرنامج الوحيد كاسبر سكاي وهكذا. وفي فيروسات قليله يعملها ايش الهاكرز وال فاهمين قصدي، لكن الاكثريه طبعا شركات اللي هو الفيروس. طيب في عندي نوع اخر من الفيروسات اسمه سباي وير، وهذا مختص مش على الشبكه وينتقل، لا. السباي وير هدف الرئيسي هو collect information about users without their knowledge. طبعا دير بالك بكرة في عندك امتحان، ركز على الجمل المفتاحية. أول ما أقول لك collect information يجمع معلومات about users على المستخدمين without their knowledge بدون علمهم، على طول هذا سباي وير. ركز لما يقول لك والله self replicating program بدون ما تكمل هو فيروس. لما يقول لك إنه spread over network without a human worms، هذه كلها جمل مفتاحية وانت قاعد تذاكر. اذا هذا السباي وير يا اخوان هدفه الرئيسي هو نقل نقل معلوماتك الشخصية وخصيصا رقم حسابك كذا. طبعا هذا السباي وير بترسله لخويك على الايميل. سامعني؟ خويك بفتح الايميل بنزل الصورة، عادة الفيروسات بتنزل من خلال صورة او فيديو، لأنه التكست بلقطها أنتي فيروس صغير ماشي واحد مصنعه بلقط أكبر فيروس بالملف النصي، أما بالملفات الفيديو والصور لا يختفي تحتها. نزلت الصورة يا الحبيب، طلعت من وراء الصورة شغلة، قلت له أوكي، ضغطت نزل الفيروس. أو طريقة أخرى جت لك دعاية قال لك والله عم أنت مهتم بالكورة وشافينك قاعدين إحنا متابعين، يا ولد اضغط اشتراك عنا، اشترك الآن، تضغط ينزل الفيروس يشتغل. بعد ما يشتغلش بصير الآن هذا الفيروس بصير أنت وأنت قاعد ببيتك الجهاز اللي أرسلت له ملف السباي وير، أي شيء يكتب الشخص على الكيبورد يجي لعندك، أي شيء يعمل الشخص بالماوس يعمل كليك يجي لعندك. وانت بتعرف شو معنى يكتب اي شيء على الكيبورد؟ شو مكتوب في الكيبورد للشخص؟ باسورد داتا. احسنت، بصير داتا بس اللي يكتبها، ما يكتب رقم حسابه، ما يكتب الفيزا كارد إيه كان ببيع وبيشتري، ما بكتب رقم حسابه على الراجحي والباسورد، ما يكتب رقم حسابه. يا حبيبي كل هذه بتروح لك. فكنا زمان ننزلها على اجهزه، ايام زمان كانت المسائل يعني سداح مداح والهاكرز كانوا حبايبنا،
كان لهم مواقع وكانوا اصلا ما فيش محضر على هذه المواقع وكنا ننزل برامج وكانوا يفيدونا والله كانوا اولاد حلال يعني كانوا يفيدونا يعني كنت احتاجهم في شغلات ويفيدوني خصوصا مشروع تخرجي فادوني كثيرا يعني المهم فذولا اخي الكريم الان ينقل لك كل شيء بالاضافه الى انك تستطيع تفتح شاشتك في عندك إمكانية بالسباي وير الجيل الثاني تفتح وتشوف إيش قاعد يسوي إيش قاعد يطالع فكنا ننزل هذا السباي وير للطلاب لأنه كان مطلوب منا متابعة الطلاب لأنه في بعض الطلاب كانوا يعني يستخدموا الكمبيوتر والإنترنت في ساعات الفري أورز استخدامات سيئة فكنا نقعد في مكاتبنا ونفتح السباي وير فيطلع لي 5-6-7-8 أجهزة اللي هم شغالين الآن وشاشات الطلاب ماشي شباب طيب أنا لازم حكيت... على نفس الشبكة دكتور نعم لازم على نفس الشبكة يعني لا 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 مش نفس الشبكة بالحلال احنا كنا نستخدمه كذا بس سباي وير لو من بلد ثانية لو من بلد ثانية السباي وير مش على نفس الشبكة يا الحبيب ان شاء الله من الولايات المتحدة الامريكية فتحت الايميل وفتحت الصورة وثبتته خلاص وبتجسس عليه كل شيء بتكتبه بروح للولايات المتحدة الامريكية لهذا الشخص الفيزا كارد وكذا وهذا للأسف الشديد كان طلاب ايامنا طلاب كانوا يسرقوا الفيزا كارد كان سهل لأن إخوان قلت لك اليوم الاحتياطات الأمنية والبرامج الحماية ما كانت على نفس المستوى زمان كانت تنسرق بسهولة بياناتك والفيزا كارد وكذا ويقعدوا الناس تشتري من النت وتشتري من مسكين واحد بأمريكا سرقوا رقم البطاقة الائتمانية مآسي كانت على العموم كيف ينزل لك السباي وير وطبعا مش بس السباي وير يا شباب كل البرامج الخدع كيف تخدعك كيف ينزل لك إياه Often to track browsing habits. بشوف سلوكك على النت. إيش تحب تدخل؟ الرجال هذا قاعد يدور على موبايل. دخل على أكثر موقع على طول. بتلاقي الرجال صار يبعث لك advertisements, pop-up advertisements, دعايات pop-up هذه اللي تفتح. اللي تفتح عندك فجأة وطلع لك دعاية. ما شو تعرفوها؟ إيه إيه نعرفها. تكون فاتح موقع وفجأة تطلع لك دعاية. تفتح لك كذا وتقول لك ترى اشترك معنا ولا. فأنت مثلاً اهتماماتك كروية وأنا ما أحب الكورة لها بضيع وقت الطالب المهم تشافك قاعد تدخل توقع خلاص أعطاك دعاية الآن إذا حبيت تشترك في نادي مانشستر في السعودية الاشتراك 2000 بنخليك 200 ريال اضغط هنا عشان إيش تبدأ الاشتراك تضغط أنت المسكين ينزل لك سباي وير وفي أثناء هذه الدعاية والتواجد يتفاعل يبدأ هو invading your privacy يقوم باختراق اللي هي خصوصيتك وفي طرق أخرى لتوصيل الفيروس لك سواء السباي وير أو غيره وهي إنه إيش إنه السباي وير sometimes bundled with other software شو معنى bundled يعني بيجي لزق مع مين مع بعض زي بقول لك تعال عنا أخي نزل الأوفيس غالي وأنت ما تقدر تدفع 200 300 400 دولار تعال يا سيد عزيز نزله عنا مجاني تنزله تلاقي نازل معاه براءة مش فيروسات زي السباي وير زي تروجن هورس فاهمين اللي بحكي يا شباب فإذا هذه الطرق لتنزيل أي فيروسات مش بس سباي وير إما بالفيروس ممتاز طيب يا شباب يستحسن دائما نصيحة إنه الأذر سوفت وير طيب بيفور داونلود قبل ما تعمل داونلود للسوفت وير إتس جود أيديا تو ريد ذا ريفيوز تقرأ التعليقات لأنه في بعض الناس طلعوا نزلوا قبليك هذا البرنامج من هذا الموقع فبتقرأ تعليقاتهم والله قال لك يا عمي دير بالك هذا فيروس خلاص بعده ما تنزله هذا في مش لا والله هذا شغال وما في اي مشاكل وما هو فيروس ما ممتاز ويستحسن دائما تروح على السايتات اللي فيها ايش لها جود ريبيوتيشن اللي هي سمعه طيبه في عندي فيروس من الفيروسات ايضا غير السباي وير هو تروجان هورس التروجان هورس هو فيروس منتشر بشكل كبير جدا يسمح لك اذا نزل على جهازك يسمح للاخر خارج من الخارج بالدخول والوصول الى جهازك والتحكم فيه تحكم كامل. يعني سباي وير ما يتحكم في جهازك؟ لا. السباي وير إله بس كل شيء بيقوم في جهازك يرسل إليه. يكتب كتابات إيش سوى من عمليات جهازك ضغط وين كذا. أما التروجان هورس لا يتحكم. شو ما يتحكم يعني يفوت على جهازك. يعطل النت. يمسح الملفات. يفتح الملفات. يستعرض اللي يبغاه. يعني لا سباي وير تجسس تجسس ايوه انت ايش اللي تقوم فيه بجهازك يرتسل
أما تروجان هورس تحكم، يفتح ملفات، يحذف ملفات، يعدل على ملفات، يعطل لك النت، يعني كأنه جهازه. هذا كنا نستخدمه للعب، تروجان هورس. ننزله، نبعثه الإيميل لأخوينا موظف عندنا في الجامعة، ينزله مسكين، يضغط على أوكي ينزل عنده. يصير أنا عندي في البيت برنامج يطلع لي إشارة خضراء على اسمه إنه هو الآن شابك. ادخل عليه وامسك الماوس، احرك الماوس، هو مسكين قاعد بالليل سهران فاتح قاعد يقرا في كتاب، فجاه تلاقي الماوس لحاله يتحرك. ايش بيفكروا؟ بيفكروا جن. جني لبس مين؟ الكمبيوتر. لا، واذا تبغى تموت خوف اكثر شو تسوي؟ تروح بالماوس تفتح البنت براش وتقول له جاي يومك. ثاني يوم ما داوم. ثاني يوم ما داوم الرجال. فكنا نستخدمها للدعابة، لكن تأكد أنه هذا الاستخدام للدعابة هذا وراء مخاطر شديدة، لأنه هذا اختراق خصوصية و و و و وطبعا تروجان هورس بطل يشكل خطورة. ليش؟ لأنه أضعف أنتي فيروس. أول ما تشبك عندك البرنامج الرام واحد شبك من بعد، بقول لك بطلع لك رسالة تحذير، بقول لك في واحد من برا بحاول الوصول لجهازك. يعني اليوم تروجان هورس ما في أصلا يعني تأثير، أضعف أنتي فايروس بمسكه. فهمت الفكرة؟ وحتى السباي وير. طيب، إذن هو is a type of malware that appears to be benign. صح دكتور، صح. على قلبك حبيب. benign يعني لطيف، ما في مشاكل، ما هو خبيث. Desirable اللي هو مرغوب. فهي هذه الملوير برامج بتنزل عليها مرغوبة وإنه ما فيها مشاكل، ما هي خبيثة. وبعدين بتخدع اليوزر. وشو؟ Allowing the program access، بحاول البرنامج هذا الخبيث الوصول إلى كمبيوترك. Usually through download or email attachments. أنت طبعا ترسل الفيروس من خلال الإيميل أو من خلال داونلود، زي ما قلنا قبل شوي تعمل داونلود لسوفتوير مجانا وينزل معاه الفيروسات التروجان. قلت لك اليوم التروجان أضعف أنتي فيروس. أصلاً نظام تشغيل لما يشوفك شبكت مع واحد شبك معاك يحاول وصول لجهازك على طول طلع لك رسالة تحذيرية. في عندي السبام، أكيد مر عليكم الإيميل، أنتم أكيد عندكم إيميلات صح ولا بالهوت ميل ولا بالجيميل ولا شو اسمه السبام؟ السبام أنا بعرف الهوت ميل عندي جانك ميل، والسبام أظن بالياهو، لكن عندكم بالجيميل سبام؟ يمكن سبام. السبام هو عبارة عن مجلد للرسائل الغير موجودة أو غير مصدرها مجهول، يعني ما هو موجود. غير مرغوبة، غير مرغوبة، غير مرغوبة أو غير مصدرها مجهول بحطها بسبام. Unsolicited email يعني الإيميلات الغير مدعوة، يعني مش يعني ما في مش مضافة عندك بالكونتاكتس، أصحابها مش مضافة عندك بالأشخاص المعروفين، مصدرها مجهول، فبحطها بالسبام أو بالجانك ميل. جانك ميل اللي هي الإيميل المهمل، الميلات المهملة اللي ما هي مهمة. طب ليش هو بحط لك إياها لياها أو الجيميل هذه الرسائل المجهولة المصدر أو اللي غير مدعو أصحابها لك أو مش موجودين في الكونتاكت عندك بحطها في السبام؟ لأنه عادة هذه اللي بتجيك من مصادر مجهولة بكون إلها أهداف، بتجيك كخدعة، وهذه حصلت معي شخصيا. It comes from legitimate companies، بتيجي من شركة حقيقية legitimate، قانونية صحيحة 100%، زي سوني. أنا جاتني سوني وهذه هدفها الرسالة. وش هدفها؟ Use for scams phishing. Scams وphishing، scams اللي هي الاحتيال والphishing التصيد، يعني برضو الاحتيال، النصب والاحتيال. طيب شلون أنا صارت معي؟ صارت معي إن أنا شريت منتج سوني وقالوا لي شركة سوني إنه أنت دخل بياناتك عندنا، فدخلت بياناتي عندهم وقالوا لي أنت بصير عندنا عميل. وشيء ثاني لك كفيل، كفالة، ضمان، صح؟ تعطيهم إيميلك، تعطيهم اسمك، تعطيهم كذا. حلو الكلام؟ حلو، تمام. يبدو أن السيرفر مال سوني اخترق، يا أما اخترق يا أما في ناس باعوا بيانات. ما هو دير بالك هذه تنباع. الفيسبوك قبل سنتين اتهموه في الكونغرس، واتهموه أنه قاعد يبيع وشو بيانات مين؟ المستخدمين. ببيع البيان الوحدة مثلا، انت كشخص معلوماتك انك في الدمام ورقم تليفونك كذا، ببيعها بدولار. طب لو بعت لي 5 مليون
$5 مليون مين بيشتريها؟ بيشتريها شركات تسويق، شركات نصب، شركات تسويق بدهم والله انت موجود في الدمام واهتماماتك وكذا ودائما صفحات الفيسبوك عندك على ما بدنا اياه يا فيسبوك وبندفع لك على كل $1. فهذا مغري، فممكن يكون اختراق وممكن يكون بيع. طيب انباعت بياناتك او اخترقت. الان في بعض شركات النصب تستغل. شلون تستغل؟ بتصير يقول لك مش انت اسمك فلان لفلان؟ ايوه انا اسمي فلان فلان. مش رقم تليفونك كذا؟ والله صحيح، كيف اعرف رقم تليفوني؟ مش ايميلك كذا؟ اي أيوة والله ايميلي. انت مش شريت يوم الفلاني جهاز تلفزيون سوني؟ ايوه يا عمي شريت. طب اسمع، في جايك عرض من شركه سوني، احنا بنختار 10 اشخاص كل سنه وبنعطيهم عشوائيا بنعمل قرعه بينهم، انت كسبت منتجات بقيمه $20,000 موجودين بماليزيا، والمصنع طبعا بماليزيا مال سوني. بتصدق ولا ما تصدق هذه القصه؟ بتصدق. بتصدق، بس بقول لك عندنا مشكله بسيطه. وشو؟ الشيبينج اللي هي الشحن. الشحن احنا ما لنا دخل نشحن لك اياه، فانت بتدفع لنا $2,600 $3,000 حتى ايش نشحن لك. في ناس بس تفضل بس بعض الاحيان شو اسمه الجنك ميل يجيك فيها رسائل مهمه او انت تبغاها بعض الاحيان. اذا هو اعتبر انه مصدر مجهول بحطه في الجنك او بالسبام، وانا قلت لك اياها. حتى لو كان صاحبك ضيفه بالكونتاكت ببطل يحط لك اياه بالسبام. روح على السبام قول له هذا الايميل من هذا لا تحطه بالسبام، شيله من السبام، خلاص بحط لك اياه على الانبوكس. فهمني؟ انا عارف انه في ايميلات مهمه لك وعروض زي طيران زي كذا، هذه سليمه ما فيها شيء، لكن هو بحط لك اياها بالجنك اذا كان عنده اشتباه او شك بمصدرها. فالرجل تخيل لو انه هذا دفعت له $3,000، لو استغفل 1,000,000 واحد على مستوى العالم كم يلم فلوس؟ بسرعة شباب تأخرنا، كم يلم فلوس؟ ملايين. $3,000 لو لم وضحك على 1,000,000 واحد 3 مليار. مش 3 مليون، 3 مليار، 3,000,000,000 دولار. فعشان كذا مروان تلودي اللي كان مأذينا كل ما تفتح لي صفحة يوديك بفيروس، هم منزلين فيروس يوديك على طول على مروان تلودي ويقنعك. وناس استغرب من متعلمين جامعات وينضحك عليهم، والله أنا استثمرت عند مروان تلودي $1,000. $1,000، طب ما انتوا لو لملكم 1,000,000 واحد هاي 1,000,000,000 ريال. وانت مصدق مروان تلودي؟ مروان تلودي مصدق؟ انت في عندك واحد اسمه تلودي؟ وش معنى تلودي؟ هذه عربي هذا ولا هندي ولا وش قصته؟ هو في شخصيه اسمها مروان تلودي؟ خل على الله. بعدين جابوا لك بنت عشان يقنعوك لانها استثمرت. يا اخي والله قلبهم طيب يا اخي، خايفين عليك، شايف كيف؟ لا وبعدين الان صارت لا، لانه الفيروس هذا فيروس ما بياخذك على صفحه ثانيه، صارت البراوزرات لا تحديث وما تحديث وامنيه وسكروا الثغره. صار الآن يستأجر لك إيش دعاية باليوتيوب وغيره، يطلع لك واحد أبو سكسوكة بطل مروان تلودي ويطلع لك جميل ويقول لك إذا أردت أن تربح مبلغ 8,427 ما شاء الله باليوم، ما شاء الله حسب لك إياه 8,427 ريال، ماذا 627 ريال، يعني دقيق كل يوم. يا أخي والله يا أخي قلبك طيب قاعد تحب الخير لإخوانك، يا أخي ما نبغى، انسى الموضوع خلنا نرجع لموضوعنا. الماوس ترابينج هذا برضه فايروس كان ايام ويندوز 7 شباب. هذا الماوس كان الماوس ترابينج هذا عباره عن فايروس يؤلمنا الم شديد. هذا الفايروس فكرته كالتالي، تفوت على احدى السايتات معي انتوا يا شباب؟ تفوت على احدى السايتات، شوف قلبه الطيب السايت يقول لك ترى انا اكتشفت انه انت جهازك بطيء، يا اذا تبغى اسرع لك يا اضغط داونلود، اضغط على داونلود بنزل لك برنامج وبفحص. فعلا تغلط غلطه وتضغط على داونلود وتنزل. الان شو يصير؟ يصير الماوس عندك يا الحبيب مثلا هذه الصفحه، تخيلها كذا هذه الصفحه. الان الماوس يظل ضمن حدود الصفحه ما يقدر يخرج برا، لو جيت تضغط على اكس يفتح لك نفس الصفحه مره ثانيه، تضغط على اكس يفتح لك نفس الصفحه مره ثانيه، تروح تضغط على كنترول الديليت انهاء مهام، الت كنترول ديليت
تلاقيه ما يستجيب، يظل الماوس معلق جمع وتضغط اكس يفتح لك الصفحه مره ثانيه، عقاب لك ثالث مره ورابع مره وخامس. كان مؤذينا اذيه مش طبيعي هذا الفيروس، مؤذي بشكل في هدف الاثور ولا بس كذا؟ احسنت. طبعا كل الاهداف لما قرات عنه على النت ايش هدفه، يعني ايش هدفه انه يعني يذينا ويخربنا؟ هو طبعا هدفه ليس اذا هذا هدفه، ليش يظل يفتح كل ما تعمل كليك على الاكس؟ هو هدفه انك تطول داخل الصفحه. لا ايوه، تظلك نفس الصفحه وتعمل كليكات كثير على الصفحه، لانه هذه الصفحه تبغى تحط دعايات، وحتى تحط دعايات في هاي الصفحه لازم تقنع الناس الكاستمر الزباين انه انا موقعي يرودوا او يزوروا كثير من الناس، وشلون يبغى يزوروا؟ لازم ادخل على اللي هي الاحصائيه. فانت لا لك اعمل كليك 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 50 60 70 80 90 مره. طب لو وقع هذا الفيروس تحت مليون واحد، فبيروح الرجال هذا صاحب الموقع بقول للناس ترى شوفوا ترى حطوا عندي دعاياتكم، لانه انا رجال وشو في كثير من الزوار، في كثير من الزوار. هذا بالاضافه طبعا للاذيه اللي هي الاذيه المعنويه اللي تقعد انت ساعه وانت تحاول تطلع وما تطلعش، تعمل اعاده تشغيل وحاول قبل كذا وقصه. فكيف visitors from leaving الويب سايت by locking them into a window، بسكر عليهم الويندو وبمنعهم مغادرة السايت. opening multiple windows on desktop أو relaunching، بفتح لك أكثر من ويندو كل ما تحاول تعمل X أو بعمل relaunching their website and window that can't be closed، لا يمكن إغلاقها. نأتي الآن وراح نطول اليوم شوي. طيب راح نيجي الآن على الحماية، خلصنا من المخاطر اللي بتواجهنا، وش الحماية الآن؟ طبعا ما في امامنا احنا لحمايه انفسنا الا برامج حمايه، صح ولا لا؟ ماشي يا شباب؟ صح صح. حلو، الان برامج الحمايه هذه اللي انت بتشتريها لها ثلاث مكونات، ركز عليها ترى بالامتحان بكره. 3 components for the protection program، برنامج الحمايه بتكون من ثلاث عناصر. جزء من برنامج الحمايه بتعلق بالانتي فايروس، مكافحه الفيروسات، especially protects against viruses، اي فيروس يحاول يضر يمسح بياناتك يغير لك الجيت واي مالت الانترنت مالك عشان ما يشبك نت، يحاول يعمل تغيير في اعدادات الانترنت عشان ما تشبك انترنت، يحاول هذا انتي فيروس، جزء من برنامج الحمايه انتي فيروس. في جزء اخر من برامج الحمايه مع الانتي فيروس بنزل هو الانتي سباي وير، مكافح وشو؟ السباي وير اللي هي ايش؟ تجسس، جمع المعلومات. لما يحاول البرنامج ياخذ معلوماتك ويرسلها بوقفه برنامج الحمايه. فهو مالش السوفت وير ذات مي بي جاذرينج يور انفورميشن وذاوت يور نوليدج، فهو بوقف هذه بروتكت، بحمي لك يا ضد. لما يشوفك بدا يجمع برنامج قاعد باخذ الرام بياخذ معلومات وبده يرسل بوقفه. في الفايروول وهو الجزء الثالث والمكون الثالث من برنامج الحمايه. الفايروول وظيفته سكرينز اوت ثريدز، بفلتر او بمنع التهديدات ذات تراي تو ريتش يور كمبيوتر، اي واحد بحاول من تروجان هورس يوصل على جهازك من بعد بوقفه. عرفت الفرق بين كل واحد؟ ايه. الفايروول حاول واحد يخترقك من بعد يفوت على جهازك بمنعه. الانتي سباي وير حاول البرنامج ياخذ ملفات ويرسلها لبرا بمنعه. الانتي فايروس حاول ملف او برنامج خبيث يغير في اعدادات الانترنت يحاول يمسح في الملفات بمنعه. السؤال هو الان، هل برامج الحمايه بتحتوي على الثلاثه ذول؟ لا لا، في برامج حمايه مجانيه بقول لك إيه، اغلب شيء بقول لك انا يا عمي هذا ما دافع فلوس، أعطيه الثلاثة ولا ما أعطيه؟ أنا بعطيه واحد منهم، ما أدري وشو. أنتي فايروس. أنتي فايروس، أما أنتي سباي وير لا، بده ياني بشترك. فأفيرا وأفاست وكذا بتقول لك يا عمي خذ مجانا، بس أنا أنتي سباي وير ما بعطيك إياه، فاير وول ما بعطيك إياه، إلا لما تدفع فلوس. أما أنتي فايروس بعطيك. والأصل عشان تحمي نفسك أن يكون عندك برنامج الحماية متكامل بالثلاث عناصر دول. ماشي؟ ما يكفي برنامج حماية ويندوز نفسه. ايوه، برنامج حمايه ويندوز نفسه موجود، ولكن طبعا للنسخه الاصليه، مش تروح تقول لي والله يا اخي انا ما شاري نسخه، لازم نسخه اصليه عشان لما تعمل ابديت يعمل تحديث للانتي فايروس وللفاير وول ولكله. اما اللي ما اخذ نسخه مسروقه ما بتستفيد شيء، بالعكس
مايكروسوفت لما تعلم بهذا الشيء بتنزلك برامج تضرك زي الجينيان زي الجينيان بضرك بصير جهازك بطيء ميت وكذا والبرامج بطيئة ليش لأنه والله مايكروسوفت لقطك عشان كذا احنا لما نيجي ناخد برنامج نظام تشغيل ما في لايسنس بنروح بنعطل الابديت ليش بنعطل الابديت حتى ما يشبك على سيرفر مين المايكروسوفت ويعرف انه هذه النسخة ما هي صحيحة وبعدين ينزل لك فيروسات او ينزل لك برامج تضرك اما حرام عليك حرام عليك تعطل الابديت مال الويندوز اذا كنت مشتري النسخة اصلية اخر سلايدين على السريع tips to keep your computer healthy عندك نصائح منوجهها لك للحفاظ على صحة كمبيوترك اهم النصائح هي كالتالي همشي بشكل سريع restart your computer regularly حاول تعمل اعادة تشغيل لكمبيوترك ليش يا الحبيب على الاقل مرة واحدة في الاسبوع ليش نعمل اعادة تشغيل على الاقل مرة واحدة في الاسبوع لانه يا الحبيب انت عندك برنامج مكافح فيروسات او عندك برامج زي الويندوز التحديث تلقائي اذا كان لايسنس التحديث وشو تلقائي وبرنامج مكافح الفيروسات التحديث وشو تلقائي معاي انتوا يا شباب معاك ممتاز الان الملفات اللي قاعدين نعملها داونلود هذه لن تكون قيد الاستخدام الا عند اعاده تشغيل الان ثبت اي برنامج شو بقول لك بطلب منك اخر برنامج بقولك ايش اعمل ايش اعاده تشغيل اعاده تشغيل فالبرامج الملفات اللي حدثت او اللي نزلت جديد ما راح تكون قيد الاستخدام الا لما تعمل اعاده تشغيل فخصيصا الانتي فايروس خصيصا الويندوز نظام التشغيل لازم مهما قاعد الان مزون يطلب منك قاعد بعمل داونلود 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 طب هذه الملفات لن تكون وتسد الثغرات الا لما تعمل اعاده تشغيل فعلى الاقل ننصحك بعمل اعاده تشغيل مره واحده في الاسبوع طب واحد بيقول يا استاذ طب انا بعمل هايبرنيت الاثبات تعرفوا الاثبات عندك بلابتوبك اذا كان ويندوز في عندك اثبات عند الباور في اثبات ليش الاثبات هذه ما هي اعاده تشغيل الاثبات هذه بطفي الجهاز بس بياخذ لا مش سليب السليب يا الحبيب السليب انتوا عندك ماك عندك ماك اي عندي يا دكتور بس لا ويندوز اللي عنده ويندوز السليب غير الاثبات الهايبرنيت السليب الجهاز بضل شغال بس بطفي لك المكونات اللي تستهلك طاقه زي الشاشه زي الهارد ديسك الهايبرنيت بده يطفي لك الجهاز كله بس بحافظ على وضعه قبل ما انطفى يعني شلون يعني انت فاتح هذه الصفحه هذا السلايدات فاتح الانترنت فاتح ما تبغى تغلقهم عشان ترجع مره ثانيه تفتحهم والله أنا بحثت ولقيت سايت هذا معين بتحدث عن هذا الموضوع فأنا لو سكرته الآن شلون أعثر عليه مرة ثانية وأتعب أترك كل شيء مفتوح وروح أعمل هايبرنيت هايبرنيت بياخد لك نسخة من اللي موجود بحفظه بالهارد ديسك بعدين بطفي الجهاز لما تشغل الجهاز بحمل هذه النسخة فبطلع عندك الجهاز مثل ما طفيته في أثناء ما طفيته فهمين اللي بحكيه هذا هايبرنيت هذا هايبرنيت مش ريستارت يعني دلالة إنه ما عمل تحديث لا لم تصبح الملفات المحدثة قيد الاستخدام فلا تظلك تعمل هايبرنيت هايبرنيت على الأقل اعمل ريستارت في الأسبوع فاهمين اللي بحكيه يا شباب إيه ما حدا عنده إثبات ما حدا قاعد يتكلم معاي وعنده إثبات من ضمن الخيارات أنا عندي دكتور أيوة هذا الإثبات الإثبات أنت فاتح ملفاتك وهذا وما تبغى تفتحه مرة ثانية لما تطفي الجهاز تبغى الوضع على ما هو عليه لما ينفتح الجهاز خلاص طفي اعمل هايبرنيت بياخذ نسخه بحطها على هارد ديسك وبغلقهم وبعمل كلوز وبطفي الجهاز بعدين لما تشغله مره ثانيه بروح بحمل هذه النسخه وبرجع النظام مثل ما كان قبل عمليه اغلاقه ايضا من النصائح انستول سوفت وير ابديت لازم تعمل ابديت when your operating system informs you of software update لازم لما نظام تشغيل يقول لك ابغى تعمل تحديث تحدث مش بس نظام تشغيل اي برنامج بطلب تحديث اعمله تحديث لانه تحديث نظام التشغيل خصيصا fix security vulnerabilities بسكر او بعالج اللي هي ايش نقاط ضعف الامنيه انت بتعرف نظام التشغيل برنامج والبرنامج مش كامل فيه ثغرات ويحتاج الى ايش تحديث حتى تنسد هذه الباجز الثغرات او security vulnerabilities نقاط الضعف الامنيه فلازم يا سيد عزيز حتى تحمي نفسك دائما اعمل ابديت عشان كذا النسخه اللايسنس لويندوز حرام تعطل الابديت للاسف كان نفسي اوريكم شلون نعمل ابديت بس اللي عنده في البيت يبغى يعمل ابديت اتاكد انا ما اقدر لانه من جهاز الجامعه وجهاز الجامعه مانعني فانت بتروح على كنترول بانل لوحه
التحكم في عندك تحت ويندوز ابديت، اضغط عليها شوف الاعدادات هل مفعلها، مفعل ابديت ولا لا. اذا كانت لايسنس لازم تكون مفعله، اذا ما لايسنس لا تفعلها لانه لو فعلتها راح يضروك. وايضا يوز سيستم ريستور، لو فرضنا واحد نزل برنامج والبرنامج هذا سبب له مشاكل، if you have a download that is causing problems try your operating systems system restore functions. واحد نزل برنامج يا اخي وبعد ما نزلت هالبرنامج صار عندي النت يعلق، صار عندي الجهاز بطيء، صار عندي فيه مشكله، شو تسوي الحل؟ وش الحل؟ يوز سيستم ريستور. الحل انه ناخذ الجهاز ونروح عند محل انت محل كمبيوتر ونصلحه وندفع 70 80 ريال. لا، في حل اخر شيء اسمه سيستم ريستور، استعاده النظام الى ما قبل تثبيت هذا البرنامج، استعاده النظام الى ما قبل تثبيت هذا البرنامج. شلون؟ روح على جهازك لانه انا ممنوع واكتب سيستم ريستور. واذا ما تعرف هذه حركه لازم تعرف تعمل سيستم ريستور، لانه يا شباب هذه توفر عليك هذا سيستم ريستور. انا ممنوع مش مسموح لي طبعا لانه انا علي قيود، لازم احتاج الى صلاحيه ان اكون ايش بالاي تي. فياريت تتعلم على السيستم ريستور. المهم السيستم ريستور بيستعمل لك استعاده لنظامك الى ما قبل تثبيت هذا البرنامج اللي سبب لي مشاكل. اخر نصيحه بننصحك فيها انك تاخذ باك اب، نسخه احتياطيه من بياناتك. ليش؟ لانه ما في عندي برنامج حمايه بروتكت يور كمبيوتر 100%، ما في عندي برنامج حمايه بحمي لك جهازك 100%. عشان كذا احنا بننصحك انك تاخذ باك اب، نسخه احتياطيه من ملفاتك خصيصا المهمه على اكسترنال ريسورس. ليش مش انترنال؟ تعرف شو يعني انترنال؟ يعني واحد عنده ملفات مهمه على السي يبغى ينسخها ويحطها على الدي، هذا بنسميه باك اب، باك اب انترنال. هذا ايش معنى باك اب انترنال؟ يعني اذا خرب الهارد ديسك راح يخرب مين؟ السي و دي والدي. يعني واحد من المنطق والعقل، واحد قال لي والله استاذ انا عندي الديسكتوب عندي والله هذا سي، عندي هذا سي مثلا، تخيل انه عمله بارتيشن سي ودي. يا حبيبي ما هو الهارد ديسك اذا وقع، اذا طاح، اذا خرب، وطبعا الهارد ديسك ما في الا يجي يوم ويخرب، بعد يخدمك 10 سنين 12 سنه لازم يخرب. فبنحب انك تحطه باكسترنال. مين يقول لي ايش المصادر الخارجيه التي استطيع من خلالها اخذ نسخه احتياطيه؟ من درايف، اي كلاود. احسنت، الكلاود. الكلاود هذه مصادر خارجيه راح تكون محور حديثنا المحاضره القادمه، بالاضافه للفلاش ميموري، اكسترنال هارد ديسك، هذه كلها مصادر خارجيه تستطيع تستخدمها لانك تاخذ نسخه احتياطيه. السؤال كيف بيجي الان على التبس؟ عاده الاسئله بتيجي بقول لك which one of the following is considered as a tip to keep the your computer healthy. بعطيك اربع نقاط ما لهاش دخل، واحده منهم لها دخل في الموضوع او نصيحه من النصائح والبقيه ما لهاش دخل، او العكس بقول لك which one of the following is not، ليست ايش tip to keep your computer healthy. وسلامتكم، وخلينا ناخذ حضور غياب. دكتور نعم يعطيك العافيه، بس الاسئله 10 اسئله هم الكويز ولا؟ ايوه قالوا لي 10 اسئله واخبرت بهم 10 اسئله. نعم 10 اسئله في ربع ساعه؟ نعم ربع ساعه، وكان في نقاشات حاده. انتم باي شعب؟ 18 19؟ لا انا شعب 10. 10 11. طيب يا شباب اللي بحكي لكم اياه انه نقاشات حاده، كان في ناس معارضين انها 10 دقائق يعني تكون ربع ساعه لانه ممكن الطالب يطلع على المصادر. خليني بس اوقف